اعزائي المشاهدين اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا من الحياه بفكركم بايميل البرنامج from life لنا عن ارائكم عن اسئلتكم عن اي مشكله بتواجهوها من اسبوعين كنا بنتكلم معاكم وضيفنا الاسيس هشام عن ليه لازم اصلي وعرفنا من خلال الحلقه اهميه الصلاه وان الصلاه هي العلاقه بيننا وبين ربنا ولا نكرر الكلام باطلا وكان لسه للكلام بقية وأسئلة تاني وجات لنا كمان أسئلة في الإيميل إيميل البرنامج ضيف إيه حلقتنا برضو النهاردة هو الأسيس هشام كامل راعي الكنيسة الإنجيلية بتنبل سيتي أهلا بحضرتك يا أسيس ومنورنا ونكمل وال... ليه لازم أصلي إيه في الأول عايزة من حضرتك تقول لنا أو تلخص لنا في جمل إيه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت آم. طبعا أنا يعني مبسوط خالص إن إحنا من خلال قناة الكارما و في وجودنا مع بعض بنحاول نتكلم على موضوع في وجهة نظري هو أساس الحياة المسيحية كلها. يعني المسيحية مش قوانين وشرائع على قد ما هي علاقة. فإذا إحنا بنتكلم إن الله لما أحبنا وبذل المسيح من أجلنا على الصليب عشان يعيد مره تانية بيسموها الريستوريشن انه يريستور العلاقه يعيد مره ثانيه العلاقه اللي اتقطعت بيننا وبين الله بسبب الخطيه في جنه عدن مم. فعلامه من علامات العلاقه دي او علامه من علامات ان العلاقه دي عادت وعادت بصوره صحيه وحقيقيه وحيه هي الصلاه فاذا اذا كان الانسان ما يعيش من غير اكل وشرب وهواء المؤمن ما يقدرش يعيش من غير الكتاب المقدس والصلاة. It's basic حاجة أساسية. وزي ما لما الانسان بيبقى بيتولد طفل والطفل بياخد لبن وبياخد ملك حاجات بسيطه وبيكبر تدريجي والاكل بيكبر تدريجي برضه علاقتنا في الصلاه وفي الكتاب المقدس بتبتدي كده لما كنا اطفال كانت صلواتنا بسيطه وكانت قرايتنا في الكتاب مفهومه بسيط لكن كل ما بتخشي في اعماق روحيه أكتر وكل ما بتتعمقي في الحياه مع الله أكتر كل ما بتصبح الصلاه ليها معنى تاني أكتر من صلي يا حبيبي زي ما كنا اطفال زمان صلي يا حبيبي يا رب بارك بابا وماما وبارك اخواتي امين اوكي يمكن دي كانت بتنفع لما كنا اطفال عشان نعلم الولاد ازاي يصلوا لكن الصلاه في مفهومها الكتابي هي علاقه حميمه بين المؤمن وبين الله، علاقة ابن بأب. علاقة خاصة جدا، والرب يسوع زي ما اتكلمنا المرة فاتت لما حط قانون في متى ستة، في متى ستة رب يسوع اتكلم عن ثلاث حاجات مهمة جدا في حياة أي واحد مسيحي، اتكلم عن الصوم، عن الصلاة، عن الصدقة. وأنا بعتقد دول مثلث هام جدا في حياة أي مؤمن، مفيش مؤمن يقدر يعيش من غير صلاة. ما فيش شيء مؤمن يقدر يعيش من غير صوم ما فيش يقدر مؤمن يعيش من غير ما يكون بيقدم لله لكن ده مش موضوعنا النهارده احنا موضوعنا الصلاه اللي هو الجزء الاساسي الرب يسوع ابتدى الجزء ده في متى 6 لو حضرتك تفتكري والمشاهدين يفتكروا لما قال كلمه واما انت وكانه عايز يقول لنا العالم كله بيصلي اللي بيصلي واقف واللي بيصلي راكع واللي بيصلي حاطط راسه في الارض اللي بيصلي شرق اللي بيصلي غرب العالم كله يصلي زي ما هو عايز لكن الرب يسوع بيكلم نوعية خاصة جدا من الناس بيقول وأما أنت بيكلم الناس المؤمنين اللي قبلوا المسيح مخلص اللي ليهم علاقة أبوة وبنوة مع الله بيقول لك أما أنت ما تصليت فلا تكن كالمرائين اللي مالين الدنيا مالين الدنيا أنت مختلف طب أعمل إيه يا رب؟ قال ادخل مختعك ودي كانت أول حاجة ركزنا عليها المرة إن الصلاة لازم تكون علاقة شخصية حميمة بينك وبين الله بس، ادخل مخدعك معناها انك بتغلق بابك تجاه كل حاجة تانية في العالم. أفكارك مركزة حوالين الله بس مشاعرك موجهة ناحية الله بس أحاسيسك كل اهتماماتك ناحية الله بس فا ادخل ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي. قول اللي في قلبك افتح افتح كل اللي جواك اكشفه قدام الله فاحص القلوب ومختبر الكلى وكل شيء مكشوف امامه عريان ولو حضرتك تفتكري المره فاتت انا ركزت قوي على كلمه فابوك الذي يرى مش يسمع فاكرين احنا كنا بنقول العادي انك داخل تتكلم فالله بيسمع لكن في متى ستة الرب كان واضح جدا بيقول فابوك الذي يرى في الخفاء فابوك الذي يرى اشواق القلب في الخفاء ابوك الذي يرى احتياجات القلب في الخفاء ابوك الذي يرى انات القلب عارفه ساعات ما تقولي اه اما قلبك كأن حتى انت نفسك مش عارفه تعبري عن الوجع اللي جواكي او عن الطلبه اللي جواكي حتى الان دي حتى الاهه دي الله شايفها الله شايفها وده اعظم ما في العلاقه بيننا وبين الله ان الله يبص في عينينك في عينين الانسان يعرف يعرف اللي جواه طب الله طب ما هو عارف انا محتاج ايه انا محتاج انا نفسي اروح اترمي في حضنه فكره انك تدخلي الى مخدعك كانك رايحه ترمي نفسك عند الله ومتاكده ان هو موجود وهيشيلك وهي وهيحتضنك هيمسح دموعك هيطبطب عليكي هيسمع اهاتك هيجيب طلباتك هيجيب طلباتك هي. في جزء كمان احنا اتكلمنا فيه عن لما بطلب حاجه او لما بصلي من اجل حاجه الله عليه دور فيها بس انا كمان عليا دور في نفس الحاجه يعني لو انا بطلب ان انا ابطل خطيه معينه او ان انا انجح في الامتحانات ربنا عليه دور اه خلاص انا حطيت الامر قدام ربنا لكن انا كمان عليا دور ان انا اذاكر او ان انا يكون عندي قوه اراده ابطل الخطيه دي طبعا لانه المفهوم الخاطئ للصلاه هي عمليه التواكل التواكل يعني ايه تواكل خلاص انا رميت الامر على ربنا انا هقعد اتفرج الموضوع مش كده الموضوع انه احنا لما يعني انا باجي بقدم احتياجي قدام الله، انا باجي بقدم طلبتي قدام الله او اذا كنت بأصارع في خطيه قدام الله، انا جاي بعترف بخطيتي قدام الرب وبطلب من ربنا انه يديني معونه فيها لكن في نفس الوقت الرسول بولس بيقول انكم لم تجاهدوا حتى الدم، في جهاد، المسيحيه فيها جهاد ان انا بصارع الجسد جوايا بيشتهي وانا كانسان روحي الروح بيشتهي كمان ضد الجسد، بيحاول يوقف هذا الصراع الصلاه ما تعلمناش التواكل لكن تعلمنا الانتظار تعلمنا ازاي ننتظر الرب وده دي حاجه مهمه جدا انا اتمنى أن يكون عندنا وقت النهارده نتكلم على ازاي تنتظر الرب ازاي تروح تقدم شكواك او تقدم طلبتك او تقدم اشواقك ويكون عندك اللذه بتاعه انتظار الرب انك تكون عندك استعداد انك تستنى وتشوف الله هيعمل ايه في انتظارك فمش معنى ان انا اصلي ان انا خلاص ان انا اسيب الموضوع لكن في نفس الوقت العمل ما يسبقش الصلاه يعني لو حضرتك تفتكري انا قلت المره فاتت انا اؤمن جدا بالعلم واؤمن جدا بالطب واشكر ربنا من اجل المستشفيات ومن اجل التطور الرهيب اللي في المستشفيات لكن قبل ما هروح للدكتور هروح لربنا فأنا هروح لربنا وهروح للدكتور، بس أنا هروح لربنا الأول لأن هو الطبيب الأعظم، هو الطبيب الشافي، هو اللي أنا برمي حملي عليه، كون إن الله يستخدم الطب أنا موافق، كون إن الله يتدخل بطريقة إعجازية أنا موافق، الله طرقه عجيبة، طرق الله عجيبة ومواعيده عجب العجاب، هو يتدخل بالطريقة اللي هو عايزها. لكن أنا هلجأ الله الأول، أنا هحط ثقتي في الله الأول، فده ما يخليناش متوكلين لكن يخلينا دايما معتمدين على الله. طيب احنا كنا وقفنا عند جزئيه المره اللي فاتت كنت ابتديت الحلقه بأن انا وانا في مدارس الاحد كانوا بيقولوا لي لازم اصلي ولازم قبل الاكل ولازم قبل النوم وكان لو انا عدى وقت وما صليتش بحس بالذنب. بس النهارده يعني ازاي اعلم ولادي يصلوا من غير ما احسسهم بالذنب يعني او من غير ما يحسوا بالذنب لو هم قصروا. زي ما زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت انه من الحاجات اللي احنا زرعناها غلط في ذهن اولادنا ويعني و... في اطفال حتى مدارس الاحد كلمه اوعى بابا يسوع يزعل. مش هتصلي بابا يسوع هيزعل، مش هتشرب اللبن بابا يسوع هيزعل، مش مش هتحل الواجب بابا يزعل. هتزعل ماما بابا يسوع هيزعل، فساعات بنربي في ذهن الاولاد ان بابا يسوع ده زعلان على طول لان كل بنعمله غلط. كل بنعمله غلط. فانا ابتديت اصلي علشان ارضي يسوع الزعلان ده وهنا اتحولت الصلاه من امتياز انه يا بختي ان انا بقدر اصلي الى انه فرض عليا انا مضطر اعمله عشان ما ازعلش الله بالمناسبه الفكره دي هي الفكره اللي العالم كله بيها بيصلي غير المؤمنين يعني اي حد مش مؤمن مسيحي مؤمن بيصلي بالمفهوم ده انا بصلي عشان ارضي ربنا هو قال لي صلي فانا بصلي انا برضيه او اتقي شر شهر يعني عشان ما يزعلش لكن في المسيحيه الصلاه فيها <applause> تخيل كده ان يجي رئيس الدوله بتاعتك مع مع فارق التشبيه بين الله وبين اي رئيس دوله ويقول لك بص انت معاك خط مفتوح ادي الكارت بتاعي ادي رقم التليفون 24 ساعه سبعة ايام في الاسبوع كلمني مزمور 50 15 ادعوني في وقت الضيق هانقذك طب هتعمل ايه؟ انا لو انا لو معايا التليفون ده كل شويه هتصل صباح الخير يا سعاده الرئيس مساء الخير يا الرئيس ازيك يعني ليه انت معاك كارت خط مفتوح تقدر تتكلم بيه الريس فما بالك احنا معانا خط مفتوح لملك الملوك ورب الارباب فالصلاه مش عقاب الصلاه مش فرض الصلاه مش 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 من الفروض اللي لازم تكون الصلاه امتياز تخيل انك ليك الحق عشان كده الكتاب المقدس يقول ايه في العهد الجديد فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه الحاجه اللي ما حدش كان يقدر يعملها زمان غير رئيس الكهنه مره واحده ما. مره واحده في السنه تخيل ان انا في عهد النعمه صار ليا الحق بيقول الكتاب كده فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لننال رحمه وعونا في حينه فعندنا عرش رهيب طب اعمل ايه مع اطفالي بص حضرتك مفيش فيش طفل هيتعلم الصلاه اذا ما شافش ابوه وامه بيصلوا وقعد يقول من الصبح يصل يعني عارف ايه رايك مثلا في الاب اللي بيشرب سجاير ويقول لابنه ايه؟ اوعى ايه تشرب سجاير، سجاير وحشة، مش ممكن، محدش هيصدقك، ما هو شايفك بتشرب سجاير، أو شايفك بتعمل حاجة غلط. علشان الطفل يتعلم قد إيه الصلاة دي لذيذة، وقد إيه الصلاة دي رائعة، وقد إيه الصلاة دي امتياز، لازم يشوف الأب وأم بيصلوا. إذا ما كنتش أنا هكون نموذج قدام الله، عشان كده لما ترجعي للعهد القديم، تلاقي إنه دايماً المسؤولية كانت لما كانوا يقعدوا على الترابيزة في الفصح، كان الأب هو كاهن الأسرة، الأب هو اللي يقعد ويقرا الكتاب وهو اللي يقود الاسره في الصلاه فالابن الاكبر بيعرف دوره من 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 ممارسه الاب قدامه للصلاه واولادنا بيتعلموا مننا واولادنا بيشربوا اللي احنا بنعمله بيشوفونا امتى فرحانين وامتى زعلانين بيشوفونا امتى امتى بنلجا الى الله وامتى بنهرب من الله وامتى بنعيش امنا وامتى بتكون الحياه ضايعه سهل قوي انك تشخط في ابنك تقوله ها صليت قبل ما تاكل ولا لا صليت قبل ما تنام ولا لا لكن الاسهل من كده ان الولاد يشوفوك وانت بتصلي، يشوفوكي وانت بتصلي، يشوفوك في كل ظروف الحياه الملجا الاساسي بتاعك هو ان احنا نصلي، فانا بقول ان احنا دورنا ان احنا نعلم الكتاب بيقول كده، فعلموا اولادكم شريعه الاله، لازم نعلم اولادنا الشريعه ونقول له ان الله بيحب يسمع صوتنا ده تعليم، لكن الاقوى من التعليم هو الممارسه قدام اولادنا، هو ان احنا يكون قدوه ليهم يكون قدوه ليهم وان هو يشوف ان الصلاه فعلا حاجه مؤثره في حياتك مم. يعني كتير انا اقعد مع اولاد اقول شوفوا تخيلوا ان انا صليت عشان كده والرب عمل كذا تصوروا لما صلينا عشان كذا الرب عمل كذا فالولاد بيكبروا عارفين انه الملجا بتاعهم اللي يقدر يحل كل مشاكل الحياه آه. هو الصلاه مم. طيب لازم يكون للاسره وقت نقعد فيه مع بعض نصلي؟ يعني انا جربت الحكايه دي ف يعني فشلت فيها او بمعنى اصح كانوا هم صغيرين كان سهل ان احنا نتجمع ونقعد لكن لقيت كل ما بيكبروا كل واحد بيبقى في حته وليهم اهتماماتهم مختلفه فأننا لازم نقعد كلنا نصلي ده مش بيبقى فيه وقت ف ايه الحل او لازم وايه الحل اولا لازم اقول لحضرتك حاجه مهمه ولكل المشاهدين اكتر حاجه الشيطان مش هيخليك تعملها هو انك تصلي يعني اكتر من كده الشيطان ممكن يخليك توعظ وتوعظ وعظه كويسه الشيطان ممكن يخليك ترنم وترنم ترنيم رائعه الشيطان ممكن يخليك تنزل وتكرز وتوزع نبز وتعمل كل حاجه الحاجه الوحيده اللي الشيطان بيحاربها في الافراد وفي الاسر وفي الكنائس هي الصلاه لانه الشيطان عارف ان القوه الوحيده اللي ممكن تدمر مملكه ابليس وترعب ابليس هي الركب الساجده هي لما الناس تصلي خلينا اقول لكم قاعده عامه الاسره التي تصلي معا تبقى معا. الاسره اللي بتصلي مع بعض تفضل مع بعض. الاسره اللي ما فيش بينهم علاقه صلاه اسره سهل جدا ان ابليس يضربها بالتفكك. وده بتشوفيه إن, ان انت بتفاجئ هنا بالذات في المهجر تبقى اتفاجئ بناس بقى متجوزين بقى لهم 20 سنه، 27 سنه، انا عارف عيله بقى لها 33 سنه متجوزين والنهارده بينفصلوا، وتستعجبي يعني 33 سنه ده اولادهم كبروا واتجوزوا و, و, و ويمكن ده بيقودنا المرة الثانيه كنا بنتكلم على حلقه الغفران ان لما الواحد ما بيغفرش، انا فاكر انا قعدت مع الاسره دي والزوجه قالت لي هم مش في امريكا، الزوجه قالت لي انا فاكره يوم الفرح وانا نازله بالفستان وبصلي من فوق لتحت قلت لها بعد 33 سنة مش قادرة تخفري النظرة اللي شافها فهي آه في حاجة في علم النفس في بنسميها دولاب الجروح هي عارفة الدولاب اللي بنحط فيه الحاجات الغالية قوي الإدراج اه أو. الدولاب ده اللي بيبقى فيه التروفيز كده بيبقى فيه حاجات غالية قوي بنسميه دولاب الجروح فهي محتفظة بالجرح ده من 33 سنة وعشان كده بتبقى قافلة مش قادرة حد يقرب لأنها خايفة من الجروح دي آه اللي أنا عايز أقوله إنه إنه الصلاة لما الأسرة بتصلي بصي آه لما الكتاب يقول لا تغرب الشمس على غيظكم تخيلي ان زوج وزوجة زعلانين من, من بعض طبعا فيش أسرة بتخلو من زوج وزوجة يزعلوا مع بعض أو الولاد مزعلين باباهم ومامتهم أو العكس لكن لأن الأسرة متعودة أنها تصلي مع بعض طب هيصلوا إزاي هم زعلانين فده حاجة من اتنين يا ما يصلوش يا إما يتصالحوا فالأسرة المتعودة على أنها تصلي معا اسرع في التصالح واسرع في انها ما تنامش زعلانه، انت عارفه اخطر حاجه في الزعل ايه؟ انك تنامي زعلانه. يعني لما الكتاب بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم طبعا ليها حكمه سماويه يمكن ده مش موضوعنا بس ليها حكمه الهيه غير عاديه. انك لما بتنام وانت زعلان بتدي فرصه لابليس لمده ثمان ساعات يلعب ماتش كوره رائع في مخك. وتلاقي نفسك طول الليل عمال تتقلب ليه؟ لأنك على طول عمال تفتكر الإساءة وإزاي ما ردتش وإزاي استحملت وتبص تلاقي طول الليل. مع العكس إنك لو كنت قبل ما تنام أنت وزوجتك أو أنت, أو إنت وزوجك أو أنت والأولاد اتصالحتوا هتنام نوم هادي لأنك خلاص مفيش مفيش لكن الـ 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 لما تغرب الشمس على غيظنا معناه إنك لما بتروح تنام وأنت كاتم الغيظ جواك بتصحى الصبح مقريف وبتصحى الصبح متضايق وبتصحى ويمكن تقضي كام يوم وبعد كده تكتشف طب انا زعلان ليه؟ انت ساعات بتنسى سبب الزعل الاساسي بس قعدت اربع ايام زعلان لانك سبت الشمس تغرب عن غيظك. اللي انا عايز اوصل له انه لما العيله بتتعلم انها تصلي مع بعض وتلاقي وقت، طب ما احنا بنلاقي وقت ناكل وبنلاقي وقت نتكلم في مشاكل هي, هي هو ممكن كمان مشكله في العيال يعني مش مش زوجين يعني ممكن زوجين يكونوا بيصلوا لكن الولاد كل ما بيكبروا بتبقى اهتماماتهم الكمبيوتر اصحابهم خروجات يعني وجودهم معانا بيبقى اقل يعني انا هقول لك اللي انت زرعتيه في الولاد وهم صغيرين هتلاقيه وهم كبار دي 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 حاجه يعني هتبص تلاقي نفسك ايه حتى مع المشغوليه دي لكن مثلا تلاقي ابنك وهو نازل رايح الامتحان يقول لك ماما صلي لي النهارده انا عندي امتحان بابا من فضلك من فضلك الساعه 11 انا عندي مقابله انا محتاج صلاتك اللي انت بتزرعيه مع الولاد مش مش هيروح لكن استل يعني بيجي عيد شكر بيجي عيد ميلاد بيجي عيد القيامه بيجي عيد الميلاد يعني ديس بتاع الولاد او عيد ميلاد الاولاد او عيد ميلاد بابا عيد ميلاد ماما في مناسبات كتيره لما الاسره تكون موجوده مع بعض كويس ان احنا نتعلم ان احنا ما نعملش حاجه غير ان احنا نكون بنصلي مع بعض ولما تكون في حاجه مفرحه تعالوا يا اولاد كلنا تعالوا نغمض عينينا ولو دقيقة تعالوا نشكر ربنا ساعات هي تاخد ايه دقيقه دقيقه بس فيها يمكن تضحيه اكتر من الاب والام يعني انا اقول لك حاجه يعني لو انت بتصحي الصبحيه بدري وتشوفي بنتك وهي نازله او ابنك وهو نازل رايح الجامعه واخد عربيته بيجري بس هو على الباب قمت حاطه ايدك عليه قولي يا حبيبي ربنا يباركك انا بصلي لك النهارده في لمسات معينه بكلمات معينه لما تكون طالعه من القلب بتوحد الاسره في الصلاه طيب في كنايسنا بقى في كنايسنا دايما بنكون مستمتعين فتره ترنيم او في ناس بتيجي على الخدمه على طول لكن لما نقول حلقه صلاه او اجتماع صلاه بتلاقي قليلين قوي اللي بيجوا، ازاي يكون في حلقات صلاه ووقت بنصلي كبير ويعني و... ازاي نكسر الملل في وقت الصلاه الطويل او وقت الصلاه عامة يعني. اتفرج على حلقة صلاة في قصر الدبارة يوم الاثنين بالليل. يعني أنا من الحاجات اللي بحرص عليها في وسط بيبقى جدولي مزحوم جدا، لكن لازم يوم الاثنين بالليل أروح أعدي على قصر الدبارة لأني تبص تلاقي 2000 3000 واحد بيصلوا، لا هي لا سامح، لا سامح واعظ قدير لكن مش بيوعظ ما فيش كوير و... و... وناس بتصلي. بصي انا اعتقد انه جزء من الملل اللي بيحصل في حلقات الصلاه هو عدم ادراكنا لحضور الله. فبتبقى حاجات ايه؟ انت بتقولي خلاص ما انا بروح هم الخمسه اللي قاعدين هم هم بيصلوا نفس الصلوات يا رب بارك الاسيس ولا خدوا ولا يعني إيه؟ احنا عندنا أنا, ب... انا دايما بقول كده عندنا في الكنيسه كانوا دايما يصلوا آه يعني لهم بيحبوني قوي فيقولوا يا رب الاسيس بتاعنا تعبان قوي عينه واقول لهم انتوا قصدكم ايه لما بتقولوا عينه يعني عينه يعني تو هيلب هيم يعني تو ايد هيم ولا عينه يعني بس هو ربنا اللي عارف آه ايه اللي بيحصل لما بتكون الصلوات محفوظه ومكرره ومفيش جديد في الصلاه الناس بتحس بملل بصي آه آه شاول لما مسك الملك كان تابوت عهد الله اللي هو بيمثل الحضور الالهي كان مش موجود كان في السبي قعدوا عشرين سنه في عصر شاول يصلوا ويرنموا ويقدموا ذبايح ومجد الرب مش موجود وانا متاسف ان انا اقول لك انه كنايس كتيره بتلعب لعبه كنيسه يعني يعني انت بتروحي الكنيسه مستنيه الكوير يشتغل والاسيسي يشتغل والدنيا كانك رايحه مسرحيه قاعدة الساعتين دول بتتفرجي كمشاهد على ايه اللي هيحصل في الساعتين دول وبعد الساعتين انت عندك برنامج هنروح نتغدى فين وهزور ماما وهعمل, وهعمل 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 الى ان مجد الله يرجع مره تانية في في كنيسته وحضور الله بصوا عارفين الكتاب لما بيقول ايه لما جاء مجد الله مجد الرب ملأ المكان اقرا إيه عنه في في, في سفر الاخبار لما مجد الرب ملأ المكان ودخل السحابة في, في الهيكل بيقول الكتاب ولم يستطع الكهنة الوقوف مش الخدمة ما قدروش يقفوا لأن مجد الرب غطى المكان دي أعظم صورة ممكن تكون في حلقة الصلاة لما الكنيسة تصلي ومجد الرب يملى المكان وتلاقي محدش قادر يتكلم تاني لأنه مجد الرب مالي المكان صدقيني الناس هتسيب كل حاجه وتيجي في حلقه الصلاه اللي بيخلي حلقه الصلاه ممله ان احنا مش قادرين ندرك حضور الله مش قادرين ندرك ان الله موجود فعدم الاحساس بان الله موجود ده بيخلي اجتماع صلاه زي اجتماع عادي وده اللي بيخلي الكنيسه ضعيفه اقوى حاجه تقوي الكنيسه صدقيني مش الماديات ومش نبقى واعظ قوي لو الكنيسه ادركت قوه قوة الصلاة وده موجود على تاريخ العهد القديم وعلى العهد الجديد لما بطرس دخل السجن ايه اللي حصل؟ يقول وكانت تصير من الكنيسة صلاة بلجاجة من اجل بطرس قلوب مرفوعة حقيقية مش مجرد كلمات كنيسة ف... فيها وحدة وبتصلي وبتصارع وان كان ما عندهاش الانتظار اللي احنا نفسي نتكلم عنه النهارده انه انتظروا بدليل انه لما بطرس خرج وراح خبط على الباب ما صدقوش فتخيل ان انت بتصلي وبتصلي بلجاجه وبتصلي بصراع لربنا عشان بطرس والرب بيسمع الصلاه ده, ده ده قصه غير عاديه ان بطرس بطرس في السجن كان كان بيعمل ايه؟ كان نايم يعني بطرس كان في سلام يعني بطرس كان كانه عايز يقول لنا انا في السجن او بره في السجن انا عايش في سلام الله فبطرس كان في السجن لكن الكنيسه ما كانتش نايمه بطرس كان نايم لكن الكنيسه ما كانتش نايمه الكنيسه كانت بتصير منها صلاه بلجاجه من اجل بطرس طيب الرب عمل ايه؟ الرب سمع صلاه الكنيسه وراح لبطرس فتح ابواب السجن، انا كده بتخيل ان بطرس عامل زي عارفين الابواب الجديده في كل المحلات انك تقف قدام الباب يتفتح، انا اعتقد انهم جابوا الفكره دي من بطرس لانه يقولك لك ان الابواب كانت بتتفتح قدام بطرس يعني بطرس يقف باب السجن يتفتح، ازاي؟ انا ما بس هو هو الرب، الرب فتح كل الابواب وبطرس خرج وبقى حر يعني الرب استجاب واستجاب بصيد وبطرس روح ولما بطرس راح يخبط على الباب والجارية سمعت صوت بطرس وراحت قالت لهم بطلوا صلاة, بطلوا صلاة بطلوا صلاة بطرس على الباب يقول الكتاب لم يصدقوها <applause> لم يصدقوها لأن احنا حاجات كتير بنصلي ومش إيه. مصدقين إن الرب يقدر أه بنصلي من غير إيمان يعني مش بنبقى واثقين إن مش ده ممكن مش مصدقين مش مصدقين إن الرب يقدر هي كمان في الكنيس ممكن يكون حاجة تقليدية بنعملها لكن الروح والقلب المرفوع دي بتبقى شوية ضعيفة يعني متهيألي لو اللي بيخطط لكده او اللي مسؤولين عن حلقات الصلاه لو في قلوب مرفوعه بجد ويعني عايزين هدف حقيقي للصلاه علاقه قويه مع ربنا الدنيا هتتغير هي يعني احنا ابتدينا عندنا انا, أنا قلت انه سر من اسرار نجاح الكنيسه عندنا ان احنا عندنا اجتماع صلاه ابتدينا سنه 94 لغايه النهارده انا ما بغيبش عنه غير لو انا عيان او مسافر لكن انا ممكن اغيب يوم الحد يعني ممكن اجيب متكلم يوم الحد لكن ما غيبش عن اجتماع الصلاه أه الحاجه اللي احنا ابتدينا بقالنا كام سنه نعملها أه وانا بعترف ان انا ربنا غير فيا كتير يعني 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 انا ما اقدرش اقول ان انا من 16 سنه كنت بصلي بنفس الطريقه او حتى اجتماع الصلاه كان بنفس الطريقه لكن جزء كبير من ربنا غيره فينا هي فكره انك لما تخشي الى محضر الرب تنتظري الرب يعني ايه؟ زمان كنا اول ما نخش طيب هنرنم ترنمتين خلونا نصلي فحيك تقولي الكلمتين وانا وراكي وده وراكي وده وراكي, ودا وراكي هنخلصنا آه 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 خلصنا الحق خلصنا بدري حاجه خلصنا بدري النهارده واخد بالك؟ لكن لما الكل يخش ونبتدي نتعلم يعني احنا داخلين في محضر الله وتسكني نفسك في محضر الله حتى لو ما تكلمناش حتى ممكن تقعد حالة صلاه كلها ما حدش يفتح بقه او تفاجئي بحالة صلاه الشخص فيها صلى يمكن ثلاث اربع مرات لان الروح بيصلي الروح بيصلي فيك لانك بتتفاعلي مع اله حي موجود. ففكره ادراك ان الله حي موجود جوه حلقه صلاه ده مهم جدا ده اللي بيغير طريقتنا في الصلاه. طيب جالي سؤال على الايميل بيقول في الايه اللي بتقول لا تكرروا الكلام باطلا وفي ايه تانية بتقول صلوا بلجاجه في نفس الوقت ربنا عارف في احتياجاتنا وظروفنا يعني مش عارفه نصلي بلجاجه وازاي ما نكررش الكلام باطلا وفي الحالتين ربنا عارف باحتياجاتنا يعني مش محتاج ان احنا نطلب اصلا طيب خلينا نبتدي بالجزء الثالث لان اباكم يعلم ما تحتاجون ده كلام واضح كلمه ربنا واضحه لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوا طبيعي لان الله بصي احنا بالنسبه لنا الزمن متقسم الى ماضي وحاضر ومستقبل صح, صح. احنا كلنا عشنا الماضي وبنعيش الحاضر لكن ما نعرفش المستقبل ما نعرفش الدقيقة الجاية. لأن إحنا محدودين محدودين بالزمن. لكن الله خارج حدود الزمن. يعني إيه؟ يعني الله شايف الماضي وشايف الحاضر وشايف, وشايف المستقبل. متخيلة الفكرة؟ إحنا عشنا الماضي وبنعيش الحاضر، لكن المستقبل مجهول بالنسبة لنا. كبشر محدودين، لكن الله لأنه إله عظيم وإله قدير فالله خارج حدود الب... الزمن، فالله بيعرف الماضي وشايف الحاضر وكمان كاشف المستقبل، معنى الكلام ده ايه؟ إنه الله عارف أنا بكرة محتاج إيه؟ فهب لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه من هنا لغاية لحظة الوفاة قبل أن تسألوه. أوكي؟ فده الله شايف بكرة والله شايف احتياجاتي، الله عارف لكن لكن الله لأن بيني وبينه علاقة وهو اللي بيحرص عليها في كل المسيحية العلاقة دي ادخل مخدعك وصلي وأبوك هو بيقول لك العلاقة اللي بيني وبينك هي علاقة أب وابن حتى لو الأب عارف احتياجات ابنه وعارف من المشاكل اللي واقع فيها ابنه لكن الله منتظر منتظر اللحظة اللي انت تجيله فيها وتقول له رب أنا واثق فيك أصل إيه فكرة أنك تيجي تقول تعلن احتياجك قدام الرب ببساطة معناها ان انت بتروح لربنا وتقول له يا رب انا مصدق وواثق فيك انك انت تقدر تسد احتياجي. طب طول ما انت بتدور على احتياجك بره الله بيفضل ساكت مع انه عارف احتياجك. بس الله بيقول خلاص انت ما جيت ليش انا منتظر انك تجيلي لكن انت ما جيتليش. اسمحيلي احكي لك قصه دايما بحكيها ل... يعني بصفتي كنت اسس مدارس احد بحكيها للولاد. آه القصه دي عن عن طفل اسمه ماجد. نجح في ابتدائي في سته ابتدائي في مصر و ولما نجح في الابتدائيه عارفين احنا دايما بابا هيجيب لك عجله بابا هيجيب لك كذا بتاع الاب سال ماجد قال له يا ماجد انت ايه نفسك في ايه لما نجحت قال له بابا انا كل اللي نفسي فيه ان انا اروح اقضي الصيف في الفيوم عند تيتا تيتا بتاعه ماجد كان عندها بيت صغير في الريف وحواليه مزرعه كبيره وجنينه وكان بيحب يروح لان هناك كان بيشعر بانطلاق وحريه فماجد راح فالاب قال له حاضر حبيبي خد وداه عند ست وقال له اقعد هناك وقت ما تزهق كلمني انا هاجي اخدك. تيتا كانت عندها جنينه كبيره قوي كانت بتحبها جدا وكانت في الجنينه دي مربيه بطايه عارفين البط بطايه وقالت لماجد ده بص يا ماجد العب في البيت زي ما انت عايز العب في الجنينه زي ما انت عايز اعمل ما بدلك كل حاجه يا ماجد في البيت ده بتاعت تحت امرك بس عشان خاطر تيتا اوعى تيجي جنب البطايه دي لان انا مربياها وهي كتكوت فانا عزيزه على قلبي. فماجد قال لها حاضر. وابتدى الصيف وابتدى ماجد يلعب وينزل وياخد الكوره بتاعته ويعمل ما بداله مبسوط جدا الى إيه انه في يوم من الايام كان واخد النبله بتاعته وبيصطاد عصافير وفجاه وهو بيصطاد العصفوره بدل ما الحجره اللي في النبله تطلع لفوق طلعت بالعكس وجت في البطاية دي وماتت وأصبح ماجد ده في حالة من الرعب تيتا قالت له موت أي حاجة اعمل أي حاجة في الدنيا إلا دي وهو عن دون أي حاجة الحاجة اللي باظت دي قعد يعيط مش عارف يعمل إيه وهو بيعيط جات له الشغالة عندهم كانت خدامة جات له الخدامة قلت له انت بتعيط ليه؟ قال لها البطه اللي تيتا قالت لي اوعى تموت انا موتها غصبا عني، مش عارف اعمل ايه؟ قالت له لا 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 ما تخافش ما تخافش ما تخافش انت طبعا نهارك اسود وتيتا لو عرفت هتخرب الدنيا انا هساعدك، قال لها تعمل ايه؟ قالت له تعالى ندفن البطه تحت الشجره وما نقولش لتيتا وبعد ما تسافر نبقى نقول لها الفكرة عجبت ماجد جدا فحفروا هما الاثنين في يعني جنازة مهيبة يعني حفروا تحت الشجرة ودفنوا الطائر ده وخبوه وخلاص وماجد نسي اللي عمله تاني يوم الصبحية الجدة قررت انها تنزل السوق وتخرج قلت له يا ماجد تيجي معايا قال لا 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 يا تيتا انا هقعد العب قالت له طيب العب حبيبي زي ما انت عايز لغايه ما ارجع وماجد خد الكرة بتاعته ولسه خلاص الست خرجت ولسه ماجد واخد الكوره وهيبتدي يحطها على الارض واذا بالخدامه تجيله من وراه قلت انت بتعمل ايه؟ قال انا خارج العب قلت خارج تلعب ازاي؟ امال مين اللي هيمسح الارض؟ قال لها نعم قالت له مين اللي هيمسح الارض؟ قال لها انت انت الخدامه قالت له لا لا ده كان امبارح دلوقتي هتمسح الارض ولا لما تيتا تيجي هقول لها ان انت قتلت البطة بتاعتها فابتدى ياخد الجردل والخيشة وقعد يمسح تاني يوم الجدة خرجت وماجد جي يلعب وجات له نفس الخدامة قالت له انت هتعمل ايه لا هلعب قالت له لا 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 امال مين هيخسر المواعين في الحوض قعد اسبوع كامل اسبوع كامل والخدامة بتزل ماجد يوميا وبتقول له لو ما عملتش اللي انا هقول لك عليه أنا هقول لتيتا إنك قتلت بعد أسبوع ماجد ما قدرش ياخد الموضوع ده أكتر من كده. وقرر إن هو يروح يعترف لتيتا. وقال أنا خلاص ما ينفعش إن أنا أبقى ابن صاحبة البيت وبتهان الإهانة دي ومع إني أنا الابن وكل ده عشان أنا أخطأت أنا هروح أعترز أعترف لتيتا وأعتذر لها. وراح ماجد وهو بيعيط وراح رمى نفسه في حضن تيتا وقال لها تيتا أنا عندي اعتراف عايز اعترفه لك قالت له ايه؟ قال لها أنا من اسبوع قتلت البطه اللي انتي قلتي لي ما تموتهاش أنا قتلتها غصب عني أنا موتها غصب عني وأنا متأسف إني ما قلتلكيش. الجده خدته في حضنها وقالت له حبيبي أنا غفرالك من ساعتها وأنا شفتك لما قتلتها غصب عنك انا شفتك لما غلطت وعملت كده وشفت الخدامه وهي بتزلك انا كنت عارفه انها بتعمل فيك كده بس انا كنت منتظر اللحظه اللي تيجي ترمي نفسك في حضني مره تانية عشان اقول لك ان انا مسامحاك انا مسامحاك من يومها القصه ببساطه عايزه تقول لنا ان الله عارف والله غافر والله مسامح بس الله منتظر اللحظه اللي انا اجي ارمي نفسي فيها في حضنه اقول يا رب سامحني او اقول له يا رب انا محتاج كذا او اعبر له عن احتياجي المشكله ان الشيطان بيقعد يقدم لنا حلول عارفة امل الشيطان بيقعد يقدم لك حل ورا حل كل هدفه ان انت ما تروحيش لله ان الله بيقول لك انت لو كنت جيتي لي من وقتها كنت وفرتي على نفسك رحله رحله طويله فالصلاه فالله بيعلم احتياجنا بس الله منتظر ان انا اجيله لان انا ابن لا تكرروا الكلام باطلا كالامم الامم بيصلي وعارف انه بيصلي الحجر بيصلي الصنم فعمال يقول لألا لا يسمع لكن الله بيقول لك انا سامع بس كلمه لجاجه معناها عايز يشوف مدى اصرارك على اللي انت عايزاه يعني يعني احنا حاجات كتير مثلا نقول له يا رب باركنا اه يعني ايه باركنا يعني ايه انت عايز ايه ففكرة إن أنت تكوني جواكي رغبة ملحة، يا رب أنا بطلب ده، يا رب أنا بطلب مجدك، يا رب أنا عايز أشوف مجدك، يا رب أنا شهوة قلبي مجدك، هذا الإلحاح اللجاجة في الطلبة بتعبر عن أشواق غير عادية جوه قلبك إنك عايزة ده يحصل، عايزة ده يحصل. ده مش معناه إنك مش إن ربنا ما سمعش، ده معناه إن أنت الطلبة قد كده حية جواكي، ففي فرق رهيب ما بين تكرار الكلام باطلاً كالامم اللي هم بيصلي لحجر ولا لصنم وما بين المؤمن اللي عنده الحاح في الطلبه بتاعته يعني لا نكرر كلام باطلا ان احنا ما نقولش كلام كمان احنا لا نعنيه لا يعني كلام بقى. يعني مش مركزين فيه لكن شايفه الصلاه بلجاجه او سؤال يعني صلاه بلجاجه ده ولما اجي للتوبه علشان اتوب ولا صلاه بلجاجه بطلب يعني غفران ولا بطلب بركة يسوع أو ربنا يباركني أو يملاني بروحه أو واتفر ولا أي طلبة في حياتي اللجاجة هي تعتمد على أهمية الطلبة عندك مدى هذه الطلبة ملحة فاكرة حضرتك لما يكون عندك طفل صغير وعايز اللبن بتاعه بيعمل ايه بيفضل يعيط ولما العياط ما بيجيبش بيصرخ ولما الصرخ ما بيجيبش ليه هو عنده جوه يمكن هو مش عارف يعبر عنه فبيعبر عنه بصراخ وزعيق لكن هو عنده جوع جواه محتاج شويه اللبن دول عشان تسكت الجوع هي دي اللجاجه ان انت عندك رغبه ملحه جواكي عندك طلبه ملحه عندك تقل موجود في قلبك جواه انت منتظر يعني عايزاه وعلى قد الحاحه ده لكن احيان كتير انت بتصلي الطلبه وتنسيها فرب يقولك أوكي أنا إنتي طلبتي بس ما طلبتيهاش تاني أنت ما, يعني ما جواكيش إصرار أو إلحاح على إن ربنا يديك اللي أنت عايزاه فمفيش جهاد في الصلاة طيب برضو في سؤال هل الجهاد ده في كل طلباتي ولا في علاقتي بيه هو شخصيا يعني جهاد إن أنا أطلب غفران التوبة جهاد إن أنا أدبني جهاد ان انا اعرفه اكتر واكتر، جهاد ان انا بطلب ملكوت الله وبره ولا جهاد ان انا بطلب كل حاجه انا محتاجاها بما فيها التوبه بما فيها آه يعني كل الطلبات دي، بما فيها ملكوت الله بما اوكي هي المفروض انها تكون في كل حاجه، المفروض انها تكون في كل ما هو انت محتاجاه من من ربنا، عارفه لما تقرا رساله فيليب إصحاح واحد آه الرسول بولس وهو في السجن كان بيصلي من اجل كنيسه فيليب بيقول لهم وهذا أصليه لأجلكم أن تزداد محبتكم أكثر للمعرفة وللكلمة يعني بيقول لهم أنا كل شهوة قلبي إن, إن, إن ربنا يزرع في جواك حب وشغف غير عادي لمعرفة الله وللكلمة ده, ده جهاد ده, ده رغبة, رغبة ملحة جوه قلب الله إحنا لو بنصلي من أجل مصر أو بنصلي من أجل سوريا، بنصلي من أجل البلاد العربية، دي عايزة صلاة بلجاجة لأنه مم. الموضوع طويل وبيتطور كل يوم و... وساعات نقول واو في بارقة أمل وساعات نقول لا ده الدنيا مغيمة. الله عايز الكنيسة تصلي بلجاجة، عايز الكنيسة تصلي بلجاجة، هو أوريدي سمع اوريدي استجاب وهو عارف هو بيعمل إيه، يعني اللي أنا متأكد منه الله عارف نهاية فاكرة هو شايف المستقبل شايف المستقبل <applause> اوكي لكن عايز يشوف مدى شعب ال... ماذا شعب كنيسته ومدى المؤمنين متمسكين بيه ومصدقين ان الله إنه فوق العلي عالي والاعلى فوقهم يعني احنا عندنا مش عارف ايه والمجلس الاعلى والاعلى لكن احنا كمؤمنين بنثق انه والاعلى فوقهم الاعلى هو عارف كل حاجه بس عاي... الله عايز يشوفني قد انا م... انا واثق فيه وقد ايه انا ما بروحش لحلول ثانيه يعني اللي انا عايز اقوله لك ان الشيطان دايما بيقدم لنا حلول تانية فبيخلينا نتكاسل في الصلاه ليه اما الاسيس هشام قال لي لا ما, تت... ما تنس... أعتمدي على في الموضوع فخلاص بصلي بلجاجة ليه اما انا اما في واحد بشر آآ وعدك واخد بالك انا نفسي ان احنا كلنا نحذر الحلول اللي ابليس بيقدمها انا عايز الحل يجي من عنده هو وانا بصلي بلجاجة كونه يستخدم انسان او يستخدم ملاك او يستخدم اي طريقه هو يستخدم هو عايزه يستخدم دكتور يستخدم مستشفى يستخدم سميري صالح هو يستخدم زي ما عايز لكن انا اساسا بروح لي وبلجا لي ورجائي واملي زي ما بتقول التنيمة حاطتهم عليه طيب هو في ايميل تاني جاي لي بس ه... هنشوف الاول الفاصل عباره عن لقاءات مع الناس اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل لقاءات مع النا... المشاهدين وعن الصلاه يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتزاعل وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info tv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على po box 3610 seal beach california 90740 بحب اصلي كتير بيبقى فتره في الصبحيه قبل ما اروح شغلي بتبقى بحط قلبي لربنا كده وببتدي يومي بالصلاه لربنا وبطلب بركه ربنا على اليوم. بصلي طول الوقت في اوقات مختلفه مش بحدد وقت معين ان انا اقعد اصلي فيه الصبح او بالليل. عشان اكون صريح معاكم انا بحب دايما اصلي في اي وقت. ممكن بصلي في العربيه، ممكن بصلي في شغلي، ممكن بصلي في البيت. وانا سايق، وانا في الشغل، وانا في البيت. فأنا بتكلم مع ربنا على طول لكن مفيش وقت ثابت. طريقة صلاتي يوجولي قبل ما أنام بالليل يعني بحط فترة كده أصلي فيها ورا كتاب قبل ما أنام. هي الصلاة محتاج ليها كل وقت. الوقت اللي أنا بكون فيه محتاجة أصلي جدا هو أما ببقى خايفة وعارفة إن أنا مش في إيدي أي حاجة أعملها. تحصل مشكلة أو شيء أو حس إن أنا متردد في اتخاذ قرار معين. بلجأ لربنا وبصلي له عشان يديني الاستجابه الصحيحه. اكتر وقت بحس فيه اني محتاج اصلي الوقت اللي انا بحس ان انا نسيت اصلي. لما الوقت اللي بحس فيه ان انا ايه انا ايه اللي حصل انا كنت هنا وبعدين بقيت هنا او لما احس ان انا بعدت فجأه مره واحده كده وهي حاجه بتحصل جرادولي لكن لما الروح القدس فينا بيفوقنا كده ده اكتر وقت بحس فيه ان انا لازم اصلي. معظم الوقت اللي انا بحس فيه مشكله بجد ببقى عايز ان انا اصلي. أو في طلب معين أن أنا يعني ملح أمر ملح بحس أن أنا محتاج أن أنا أصلي وأحياناً برضو مش كتير بحس أن أنا عايز أصلي بس مجرد أنا عايز أتكلم مع ربنا يعني الوقت اللي أنا بحس فيه فعلاً انه انا محتاج اشوف ايد ربنا معايا في امر ما في اوقات احنا يعني نضعف ابليس بيحاربنا محاربات قويه عشان خدمات او عشان ظروف او عشان هذا العالم فبنحتاج انه نركع امام الرب ونصلي عشان ما نسترد القوه من الرب احيانا بقدر اسمع وبحس بصوت ربنا ساعات بسمع صوت الله في الصلاه بس قليل جدا لما بيكون بوضوح يعني أنا عامة بسمع صوت ربنا ساعات في الصلاة بس معظم الوقت بيجيلي من خلال ممكن أحلام أو من خلال كلمة من قسيس أو ممكن من خلال ترنيمة أو من الكتاب المقدس كل واحد يعني له حاجات الرب بيديله في حياة عن طريق رؤى عن طريق احلام عن طريق اي شيء في احيانا الصلاه بتستجاب واستجابه فوريه وبحس بسلام وبحس براحه وبحس ان ربنا استجاب على طول استجابه فوريه واحيانا بحس انه ما فيش استجابه لكن برضو بباثق في ربنا انه هو سمع الصلاه ويمكن من حكمته انه ما في الوقت ده في حاجات كثيرة عن طريق الصلاة أهم شيء لما بنصلي بننتظر إجابة الرب مش أنه نصلي وعلى طول ننام أو نصلي وعلى طول نغادر الحاجة المهمة أنه لما نصلي ننتظر صوت الرب حي لنا إيه. أنا حصلت معجزات في حياتي أنا فاكرها وعارفها وعارف أوقاتها وعارف أن من غير الصلاة ما كانش لا يمكن تحصل أنا كان لي ديسك بظهري يعني ثلاث فقرات وبالصلاة أول ما جيت على الإيمان صليت والرب الشفر. لما جينا من من أربع سنين هنا أمريكا في الوقت ده أنا كنت محتاج أصلي فيه لأن كنت رافض تماماً إن أنا آجي ونسيب مصر ونسيب خدمتنا وشغلنا وأهالينا ففي الوقت ده كنت محتاج أصلي لازم أصلي يا رب أنت عايز مننا إيه؟ أول ما جيت هنا بشهر ونص اكتشفت إن أنا عندي كولون كانسر وتعبت جداً ففي الوقت ده كنت محتاج إن أنا أصلي وأقول له أنا بشكرك لأنك انت جبتني هنا يمكن ده سبب من الاسباب عشان تعالجني صح وعشان تهتم بي وتعمل معايا معجزه رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وهنكمل كلامنا عن ليه لازم اصلي بس بفكركم الخطوط مفتوحه دلوقتي واحنا في انتظار مكالمتكم واسئلتكم اسيس شام عايز تقول حاجه عن الفيديو اللي حضرتك شفته لا يعني طبعا انا بقدر كل كل شخص اتكلم ويعني كل اللي اتكلموا ربنا يبارككم بس ده بيوريك انه قاعده العريضه مننا كمسيحيين وكمؤمنين بنلجا للصلاه لما بنحتاجين لما بنبقى في <applause> ازمه يعني يعني لما بنبقى محتاجين احنا مش قادرين نوصل الى مرحله ان الصلاه تبقى اسلوب حياه ان الصلاه زي الهوى ما اقدرش اعيش من غيرها ما اقدرش يعدي علي يوم ما اتكلمش مع ربنا ما اقدرش اعدي يوم ما بقاش متصل بالله محتاج او مش محتاج يعني 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 حتى مجرد ان انا عارفه لما مثلا في العهد القديم لما في يقول له واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي وأن أتفرس في هيكلي أتفرس يعني بيقول له أنا شهوة قلبي إن أنا أبقى قاعد حتى معاك حتى لو ما فتحتش بقي حتى لو ما تكلمناش عارفه علاقة الحب دي علاقة يعني اسمحوا لي في التعبير سامحوني في علاقة العشق الالهي انك قد كده حاسس بمحبه الله وقد كده بتثبى في حب الله لما بتصلي لما بتخش في محضره انا بقول لك جزء كبير من اللي, من اللي. وانا بعترف ان انا ما, ما, ما اختبرتش ده برغم ان انا بقى 25 سنه قسيس غير من يمكن ست سبع سنين فكره ال, 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 ال انك تدخلي المخدع وتشعري بالحضور الالهي تشعري بحضور الله يعني زي ما قلت لحضرتك المره فاتت اقروا اشاعيه اشاعيه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه اشاعيه فيها كان فاكر نفسه اعظم نبي في الدنيا وزع الويلات على كل العالم آه كل الراس سقيم على ما تضربون بعد اشاعيه واحد يعني اول خمس اصحاحات اشاعيه كان مولع الى ان حاجه حصلت في اصحاح سته يقول كده لما دخل الهيكل ورايت السيد الرب عارفين اروع حاجه في الصلاه انك تشوف السيد الرب انك تكون في محضر إشاعيا نفسه يعني إشاعيا كان بقاله نبي قد ايه سنين دخل الهيكل كم مره سنين لكن المره دي دخل وشاف صوره مختلفه يقول ورأيت السيد جالس على كرسي عال وازياله تملا الهيكل واو ورأيت الكروبيم والصاروفيم هذا ينادي ذاك قائلا قدوس 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 أنا 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 كل ما بقرا الجزء ده بترعش بحس ان شعيا يعني عارفين لما جسمه كله يترعش انه حضور إلهي احنا عارفين بقى لما يقف قدام الحضور الإلهي ده حتى لو ما فتحش بقه حتى لو انت عينيكي بس انت متخيله المنظر؟ منبهر مذهول الله جالس على كرسيه يديكي طمان يديكي امان للمستقبل يديكي فرح يديك خوف، يديك مهابة عارفة مزيج من المشاعر الغير عادية لو قدرت تدخل مخدعك وتشعر بحضور الله وإنك تبقى مدرك حضور الله فشيء رائع إن احنا طبعاً نلجأ الله في كل الأزمات وشيء رائع إن احنا نلجأ الله لما نكون محتاجينه وده الطبيعي هو هو قال لي صديق هذا المسكين صرخ والرب استمعه ده ده, ده هو ده هو الرب هو الرب لكن أنا عايز ده كمؤمنين وأنا بشكرك من أجل الحلقة دي تاني إن احنا نوصل لمرحلة ان احنا ندخل محضر الله ندخل في علاقة شركة مع الله فما بقاش ساعتها بقول اه انا ما لحقتش اصلي النهارده أو هبقى اصلي بالليل وكأن الموضوع مش موضوع معاد الموضوع مش موضوع مكان الموضوع موضوع اشتياق وعلاقة واحتياج مش احتياج مادي ومش احتياج أسري و... احتياج ان انا اكون موجود معاه احتياج بس الله الوحيد اللي ممكن يسمع سرك وما يقولوش لحد اي حد تاني في الدنيا اي حد تاني في الدنيا حتى ممكن تقولي لي سرك وممكن في فتره من الاوقات امل قالت لي غصب عني لكن الوحيد اللي تضمني انك تسكبي شكواكي قدامه وتطلعي كل اللي جواكي قدامه وانت متاكده انه لا هيسخر منك لا هيستهزأ بمشاعرك ولا هيطلع سرك بره بل على العكس هياخدك في حضنه وهيضمك عارف الكتاب لما بيقول ان ابي وامي قد تركاني والرب بيضمني الرب بياخدني في حضنه هي دي الصلاه انك عشان كده ما يقولوا المرنم استيقظت وانا بعد معك شماله وتحت راسي ويمينه تعانقني انت انت في حضن الرب هي دي الصلاه لا كمان في الصلاة عملت معجزات يعني كان الصلاة سبب معجزات في حياة ناس طبعا طب بصي الصلاة كلها قايمة على كلمة تراست ثقة إيمان لو أنت مصدقة ونصيحة لهم اللي فيكو يصلي ويصدق ويقول لهذا الجبل انتقل ولا يشك في قلبه وهي بص ده كي وورد هنا اللي نسميها الكلمات المفتاحيه في اي ايه كلمه لا يشك في قلبه لا يشك في قلبه لما تصلي صدق فعشان كده انا بنصحك ما تطلبش ما حاجه انت مش مصدق ان ربنا ان ربنا هيديها يعني انت ممكن تخش للمدير بتاعك تقول ايه انا هطلب منه زياده بس أنا عارف إنه مش هيديها أنت أنت ليه؟ لأن المدير بشر وممكن يعمل، لكن الله ما تقدرش تتعامل مع كده. ما ينفعش تقول أنا هدخل أصلي وأطلب الطلبة دي ربنا ومش عارف إذا كان هيديها ولا لأ، أبدًا. أنا هدخل عشان كده الكتاب بيقول فلنتقدم بإيه؟ بثقة، تراست، بإيمان، أنا بتقدم بثقة إلى عرش النعمة، ده عرش نعمة. ده الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضًا كل شيء كل الحاجات اللي تعبانه ومحتاجينها الله يقدر يديها لنا بس الله عايزك تتقدم بثقه يعني ايه بثقه؟ تتقدم وانت ايدك مفتوحه واثق انك هتاخد لكن يكون بيقول ايه؟ ولا يرتاب البت ما يشكش ما يشكش ما يشكش, ما يشكش ابدا الله ما بيقدرش يتعامل مع الشخص الشكاك الا لو اعترف بضعف ايمانه فاكرين لما اتكلمنا عن الاب اللي جه قال له اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايماني انا مؤمن المسيح قال له ان كنت تؤمن يجوز ان كنت تؤمن اللي انت عايزه هديهولك ان كنت تؤمن هدي لك اللي انت عايزه يعني ايه الله عايز يخش المؤمن يخش يقول يا رب انا انا واثق فيك انا بصدق في اسم المسيح انا بعلن يا رب ثقتي فيك ومصدق ان انا خد لان يقول الكتاب كده لانه من عند الرب خرج الامر الامر خرج فانا مصدقه وهقبله لكن لما بتروح شاكك لما بتروح مش مصدق احقا قال الله اه طب خلينا نفكر بقى هو الرب وعد ولا الرب ما وعدش هو الرب قال ولا ما الرب ما قالش زي ما زي ما اقول حضرتك في رساله يعقوب لما يقول ايه امريض احد بينكم فليعمل ايه فليدعو شيوخ الكنيسه ويصلوا عليه ويدهنوه بالزيت وان كان قد فعل خطيه تغفر له وطلبه البار تعمل ايه تقتدر كثيرا في فعلها طيب الكلام ده واضح ولا في شك واضح بيقول لو في واحد مريض شيوخ الكنيسه يروحوا ويدهنوه بالزيت ودهنه الزيت مش بتاعه اخواتنا الاقباط الارثوذكس بس دي بتاعه اخواتنا الاقباط الارثوذكس واخواتنا الاقباط الكاثوليك واخواتنا الاقباط الانجليين واخواتنا الاقباط اللي بيؤمنوا, بكلمه ربنا يعني انا لو شفتي مفاتيحي انا دايما ماشي معايا انبوبه الزيت ليه لان ده امر كتابي قال امريض احد بينكم فليدعوا شيوخ الكنيسه يصلوا يدهنوا بالزيت الزيت مش بيخفف اللي بيخفف ايه بيخفف ايه طلبه البار اوكي طيب انا عندي السلطان ده ولا ما عنديش عندي طب انا لما اروح اصلي لواحد اقول له بص طب يا رب يعني ان كنت عايز تشفيه اشفيه وان كنت عايز ما تشفهوش ما تشفهوش انا ليه بعمل كده؟ لاني بفتكر ان انا مسؤول عن النتيجه واخاف يقول لك بص الاسيس هشام جه صلى الفلان ومات او جه صلى الفلانه وما خفتش فانا بخاف ان انا اخد النتيجه النتيجه مش بتاعتي انا عليا دور فاكره لما حضرتك كنت بتسالي انا عليا دور, علي دور ربنا عليا دور ربنا عليا دور انا عليا دور دوري ايه؟ ان مريض احد انا اروح ازوره واخد معايا شيوخ الكنيسه اصلي معاه ادهنه بالزيت وان كان فعل خطيه يتوب عنها وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها ده دوري ده دورك لكن في اراده ربنا وفي هو دور ربنا بالظبط هو حر انا بقى لان احنا بنخاف من كلام الناس وبنخاف من تعليقات الناس وبنخاف الناس تقول ده صلوا بتاع فأجي أعمل ايه؟ انا بقى بحاول اكون سمارت عن ربنا أزكى ان انا اعمل ايه اقول بص يا رب اهو احنا بنصلي اذا عايز تشفيه اشفيه اذا مش عايز تشفيه فيبقى اللوم يرجع على مين على ربنا على ربنا اذا شاف <applause> 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 ما ينفعش ما ينفعش الكتاب بيقول انه جزء مش جزء ده نمره واحد نمره واحد في استجابه الصلاه انك تكون مصدق ان الله يأتي تكون مصدق تكون عندك ثقه عندك ثقة ان احنا نحن لا نضارب الهواء ومش بنكلم لإله ما, ما, ما مش شاعر بينا مش ابدا ده أنا بكلم الله اللي حبني ومات من اجلي وحاسس بيا وشايف كل ظروفي وعارف كل احتياجاتي فلما باجي بطلبها بثقة ثقة البنين بيسموها كده ثقة البنين مرة ثانية انا بفكركم بالصلاة الربانية لما بنصلي الصلاة الربانية بقول له ايه يا ابانا ده ابوي ده لما بقول له ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك انا متاكد فيه لما بقول اغفر لي انا انا واثق انه بيغفر لي لما بقول له خبزنا كففنا انا واثق انه بيديني طب انا لو ما عنديش الثقه دي كاني بقى بقول حته محفوظات وشعر وكلام جميل احنا لسه هنتكلم عن الصلاه الربانيه بالتفصيل بس في تليفون معانا الاستاذ ويليام من كندا الو <applause> 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 <هلو؟ تصفيق> اهلا <تصفيق> 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 اهلا بحضرتك <applause> انا <مت toys> انا كنت احب اشارك في البرنامج تفضل حضرتك تفضل يا <ia Display> يا انا الصلاه انا أطلب أنه انا 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 صغيرة ممكن توطي انا انا تبعد عنه بروح حضرتك <تبعك> <تعذي> <تبعك> <تصليف> يا يعني انا انا عندي مشكله لما لما اقوم الصبح الصباح بدري جدا انا واروح في محضره الرب واصلي بس انا احيانا بشعر بالسرحان يعني من من غير من غير قصد بشعر نفسي انا سرحان وكنت بصلي لربنا وبسرح على طول اه بتسرح وقت الصلاه يا الصلاه يا مشكله فانا اطلب منكم انه تصلي من عيني من ربنا يديني التركيز لما اجاب ربنا واتحدث مع ربنا انه يكون عندي التركيز امين والحاجه ده بدا قريب من بدري ما ما فيش حاجه زي كده لكن طبعا الابليس بيحاول بيحارب ابناء الله بطرق مختلفه فانا بطلب منه انه لو في ارشاد او مساعده بالصلاه انه انه لما جاب ربنا بالصبح اشار بينه واركز حاضر واربنا حاضر امين وهنصلي لك وشكرا لمداخلتك يا استاذ ويليام ربنا يباركك يعني زي ما كنا بنقول الشيطان مش عايزنا نصلي أوه. يعني كل ما هتيجي تصلي وكل ما هتقرر انك تصلي هتسرح هتجيلك مكالمات تليفون الباب هيخبط ابليس هيحاول يزعجك بكل الطرق الممكنه طب الحل ان انا ما اجهلش افكار ابليس ابقى انا عارف لأن السرحان ده من ابليس ابقى انا عارف ان التليفون اللي بيرن ده مهما كان مهم قوي ده جاي من ابليس لكن التليفون المهم ده مش اهم من ان انا قاعد مع ربنا الـ الـ الباب اللي بيخبط ده مش اهم ان انا اكرم لي ان لما حد يتصل بالتليفون ويساله ابني ممكن اكلم بابا ايه رايك يقولوا له بابا بيتفرج على التلفزيون ولا بابا بيكلم حد ولا بابا راكع في اوضته بيصلي تخيل كده لما المست... لما الطرف الثاني يسمع واو ده بيصلي لانه مفيش حاجه تانية اهم يعني بص حضرتك وانت انا يعني تسمحي لي اعلق على على حاجه مهمه انا دايما بقول للناس عندنا في الكنيسه او كل ما بوعظ في اي حته في العالم بقول اخطر دقيقه في اليوم اخطر دقيقه في اليوم هي دي اللي بتفتح فيها عينيك اللي لسه ما نزلتش رجلك من على السرير على الارض هي دي الدقيقه صدقني اللي بتحدد اليوم كله يا اما بتغمض عينيك وبتقول يا رب انا بسلمك اليوم وبتبتدي اليوم انا بقول لك قبل ما تنزل رجلك من على السرير قبل ما تروح الحمام قبل ما تشرب قبل ما تبدا اي حاجه في الدنيا هي دي اللحظه اللي انت بتشوف فيها يومك هيمشي ازاي يوم ما بت... اول ما بتصحى الصبحيه ده, ده دي نصيحتي اللي بقولها لكل الناس غمض عينيك قبل ما تعمل اي حاجه في الدنيا قول يا رب انا بسلمك اليوم النهارده اليوم ده النهارده بتاعك فانت كده بتكون حكمت المعركه مع ابليس بانك سلمت اليوم لربنا بعد كده بتنزل من على السرير بتروح تعمل انت عايزه وبعدين بتروح تقعد قدام الرب فانت بتروح وتقعد قدام الرب وانت اوريدي سلمت الامر لايده طيب الشيطان هيجي حارب رنم عمرك جربت انك ترنم حتى لو رنم انت عظيم عظيم يا الله رنم محل السجود امامك حتى لو صوتك وحش حتى لو مش حافظ اللحن يعني زي ممكن يبقى صوتك وحش زي او اي حاجه الفكره انك ايه انك بتدخل نفسك لمحضر الله احنا فاكرين الصلاه عشان يبقى راضينا ضميرنا ان انا هصحى الصبحيه هدخل اقفل الباب يا رب بقى النهارده بارك اليوم النهارده واعمل 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 مش هو ده الدخول لمحضر الله ادخلوا الى حضرته بالتسبيح بالترنم احنا بنقول ده على الكنيسه عايزين الكنيسه يبقى فيها ترنم عشان ندخل انا بقولك حتى في مخدعك ادخلوا الى حضرته بترنم عارف اول ما تخش قطك وتقفل الباب وانت داخل في محضر الرب ابتدي رتب ترنيمه زي مثلا احبك يا رب يسوع وليس ليك سواك أنت عظيم عظيم يا الله، عظيم في محبتك في تحريرك، عارف الترانيم الصغيرة دي يا سيدي لما أرى نجومك، الترانيم اللي ما أعظمك، الترانيم الرائعة دي، عارف لما تبتدي ترنمها بصوت عالي وأنت قاعد وحدك وأنت قاعد وحدك تبتدي تشعر بحضور الله، وكل ما الشيطان يحاول يخليك تسرح ارجع للكتاب، اقرأ اقرأ أيتين من الكتاب، رنم ترنيمة تانية، خليك دايما في محضر الله وأنا متأكد إنك هتتصل بينا الحلقة الجاية وكل المشاهدين جرب الوصفه دي وهتتاكد ان الله هيتعامل معاك بصوره غير عاديه امين إيه معانا مكالمه تاني ميراندا من كندا الو هاي هاي ازيك يا اخت امل ازيك ازيك حاج الاسير اهلا بيك يا ميراندا انا ميراندا مفيد اللي كانت كليه زراعه أهلا, اهلا بيك عارفه حضرتك ولا لا طبعا 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 انا مبسوطه خالص اني اسمعك واشوفك في الكارما ربي يباركك ويبارك خدمتك ثانك يا يعني حبيبتي ربنا يخليك شكرا الحقيقة والحقيقه يعني الحلقه جميله جدا وانا يعني اختبرت فعلا قوه الصلاه وعشان كده يعني طالبه ان تشاركوني في صلاه لاجل شاب الحقيقه هو في العشرينات لكن مقيد جدا من ابليس وتملي على طول بيقول مفيش حاجه اسمها ربنا وحاجات كده فهو ابن صديقه ليا ويعني محتاج صلاه جامد جامد ان الرب يتعامل معاه ويفتح قلبه أمين, أمين, يا مرانة حاضر أمين. ربنا يديله عضل. حرية ويفتح عينيه فيعرف أمين أمين حاضر بس مرسي خالص وصلوا لك أكيد ربنا, ربنا يبارك. يباركك شكرا لمداخلتك شكرا لك طيب علشان أنا عملت سر إن أنا كنت في كلية زراعة اه <applause> مع حلاوت المكالمات ابتدت فانا عايزه الحق بسرعه في ايميل جالي بيقول ان على الرغم من كل كل اللي حضرتك قلته صحيح لكن في سؤال هل مسؤوليه فهم وممارسه الصلاه بالطريقه الصحيحه بتقع على الشخص نفسه ولا على القيادات الدينيه اسوس وكهنه والكنيسه؟ يعني السؤال بسيط جدا لما بتعوز تاكل او بتعوز تشرب محتاج حد يوجهك ويقول لك اشرب ازاي وكل ازاي؟ لا طبعا الاحتياج. انا اللي بصليه من كل قلبي انه ربنا يحط جواك وجوايا وجوانا كلنا وجوا المشاهدين كلنا اشواق ان احنا نكون بنتكلم مع الله. طبعا بصوا في اي عقيده في الدنيا في اغلب الكنايس وحتى من خلال قراءتنا للكتاب المقدس يعني في صلاه احنا بنسميها الصلاه النموذجيه انك ترفع الصلاة للاب السماوي في اسم الابن بشفاعه الروح وتكلمنا عن كده المره اللي فاتت لكن اللي اكتر من كده واللي تقدر تقراه في كل صلوات العهد القديم والعهد الجديد. يعني هقول حضرتك حاجه وكلنا و... فاكرين قصه نحاميه. نحاميه في العهد القديم كان من من اعظم القاده في العهد القديم وكان في السبي وكان مسبي. لما تقرأوا ال 13 اصحاح بتوع نحاميه تلاقوه صلى خمس مرات. صلى لما سمع خبر مش كويس لما جه اخوه قال له اسوار اورشليم مهدومه والابواب محروقه بيقول فلما سمعت جلست وبكيت ونحت وصليت اياما كثيره والحاجه اللي يمكن اغلب المؤمنين لما بيقروا قصه نحامية او بيقروا سفر نحامية بيفتكروا انه الايه بتخلص هنا والايه اللي بعديها على طول يقول ايه لاني كنت سقيا للملك ودخلت الى الملك وهو داخل الملك الملك قال له ماري ارى وجهك مكمدا وانت غير مريض ما هذه الا كابه قلب الناس بتفتكر ان الايتين دول ورا بعض الفرق بين الايتين دول اربع اشهر ودي يمكن ترجعنا للصلاه بلجاجه حنانيا لما راح لنحاميه كان بيقول كتاب في في شهر كسلو اللي هو يوازي اواخر نوفمبر وديسمبر واوائل ديسمبر فهو سمع الخبر في اواخر نوفمبر وديسمبر ويقول لما سمعت الخبر جلست ونحت وبكيت وصليت اياما كثيره لما تقرا واحد لما دخل عند الملك يقول وفي شهر نيسان شهر نيسان اللي هو اواخر مارس واوائل ابريل يعني نحامية قعد اربع اشهر يصلي على الحاجه اللي حزناه جواه ودي الصلاه بلجاج ان هو موجوع على الاسوار اللي وقعت وموجوع على العار اللي فيه اخواته وموجوع على اللي راحوا في السبي فمن كثره ما الامر كان وجعه قعد يصلي أربعة اشهر لغايه ما الله اداله الفرصه انه يدخل قدام الملك طيب لما دخل قدام الملك دي كانت المره الثانيه اللي صلي فيها الملك قال له ما, ما لي ارى وجهك مكمدا وانت غير مريض ما هذه إلا كابه قلب فيقول ايه فصليت الى اله السماء قلت رب ارد على الملك اقول له ايه قال له فلتحي ايها الملك وازاي ما يبقاش وجهي مكمد وبيت ابائي عار و و و فالملك قال له انت عايز ايه فصلى الى الله وابتدى يطلب المعونه من الملك مرة تانية لما راحوا ابتدوا يحاربوه لما ابتدوا يحاربوه يقول لما لما كثرت الحرب عليه ما ردش على الاعداء ما ردش على سنبلط وعموني والناس اللي حاربوه ما ردش عليهم بل يقول الكتاب انه صلى صلى عشان الاعداء وبعدين لما اتم بناء السور صلى نحامي عايز يقول لنا ايه؟ الله عايز يقول لنا ايه؟ انه وانت بتتحارب صلي وانت موجوع صلي لما تسمع خبر صعب صلي ولما يتم بناء السور والمعجزة تتم صلي الموضوع بقى مش موضوع واحد واثنين وثلاثة وتوجيهات صلاة الموضوع انت بأشواقك انت تخيل تكون بتحب حد مش محتاج حد يقولك لك تكلمه ازاي ساعات تحس انك مشتاق لحد تلاقي نفسك بتضرب نمرته ها حبيبي انت عايز ايه يقول له لا انا بس كان نفسي اسمع صوتك مش عمرك جربت تعمل كده يقول انا بس كان نفسي اسمع صوتك لما يكون ابنك مثلا مسافر او بنتك بعيده او اخوك في حته تانية تصل بتقول له انت وحشتني انا بس كنت عايز اسمع صوتك الصلاه مش لازم يكون فيها حتى طلبات الصلاه مجرد اشتياق انك الله يسمع صوتك وانت كمان تسمع تسمع صوت الله طيب أه، قبل ما ادخل على السؤال اللي جاي ده لازم اتكلم عن ازاي اسمع صوت الله في الصلاه يعني انا بصلي المره اللي فاتت حضرتك قلت احنا دايما بنصلي وبنجري مش بنستنى نسمع صوت الله، طب ازاي اعرف او اسمع صوت الله من خلال الصلاه وازاي اميز صوته كمان؟ طبعا يعني ده انا انا طول الحلقه عمال اقول يا رب بقى امل تسالني السؤال ده لانه يعني انا دلنا على قلبي في الحلقه دي. جزء كبير قوي من الغلط اللي احنا اتعلمناه في الصلاه ان الصلاه هي انك بتخش تتكلم وتمشي. فعشان كده دايما يعني من واحنا في مدارس الاحد خلاص غمض عينيك صلي وبعد ما نصلي خلاص ما عندناش وقت ان احنا نقعد ونسمع مع ان الكتاب واضح جدا انا هديكم مثلين حبقوق حبقوق في صح واحد صلى وصحاح اثنين ورفع صلاته لما قال يا رب لماذا لما تريني اثما وابصر جورا وبيحصل ده وبيحصل ده يا رب انا تعبان كان تعبان جدا من اللي بيحصل صحاح ثلاثه يقول ايه؟ على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب لأنظر وأراقب بماذا أجيب عن شكواي حبقوق بيقول لك بص أنا كانت عندي شكوى رفعتها قدام ربنا وصدقت أنه سمعني فأنا دلوقتي قاعد بعمل إيه منتظر أشوف بماذا أجيب عن شكواي وطلع فوق يا حبقوق أنت هتصلي صلاة جديدة لا يا حبقوق عندك طلبة جديدة لا تقف هنا على إيه تعمل إيه أنا واقف منتظر اسمع صوت ربنا طب ايه اللي حصل جاء على طول جاء له صوت ربنا قال له ايه اكتب الرؤيا الى المعاد انتوانت فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر الرب ابتدى يكلمه هي دي روعه الصلاه روعه الصلاه ان انا عندي حاجه وجعاني عندي حاجه جوايا ملحه جوايا باجي اطرحها قدام ربنا وقاعد مستني ربنا يقول لي اعمل ايه احلها ازاي آآ آآ يعني اتصرف ازاي طب هيعمل ايه بماذا اجيب عن شكواي طب انا قدمت له الشكوى ربنا مش زي موظفين الحكومه بقى وتحط له طابع دمغه ويقول لك فوت علينا يا عائز بعد ست اشهر ما عندناش كلام ده فوت علينا بكره ما عندوش فوت علينا بكره الله الله اب الله اله حنين الله اله الرحمه و... ويقول كده عونا في حينه عرش النعمه بيدي عونا في حينه بس الله عايزك تعمل ايه تنتظر انك تخش وتبقى ايه مهيئ نفسك انك تسمع صوت الرب طيب المثل الثاني مزمور 40 وده ملازم انا بموت فيها جدا بحبها جدا داود داود يقول ايه انتظارا انتظرت الرب قعد قد منتظر ما اعرفش قد يكون يوم قد يكون اسبوع قد يكون شهر قد يكون أكتر لكن داود انا انا كل ما المزمور ده امل بفتكر ارشميدس لما اكتشف القاعده بتاعته وخرج يعني يصرخ يقول وجدتها وجدتها، انا كل مباراة المزمور ده دا بفتكر داوود عمال يتنطط في الشارع ويقول لهم تعالوا شوفوا اعظم حاجه في الدنيا، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. كانه عايز يقول لا بعت لي ملاك ولا بعت لي نبي ولا بعت لي قسيس ولا كلمني في وعظه ولا كلمني في ترنيمه ده الرب بنفسه بجلاله بقدرته بعظمته مال الي، عارفه كلمه مال الي يعني ايه؟ يعني وطالي يعني كانك شخص كبير وطفل صغير بيعيط وبتميلي بت... انت بتوطيله له مفهوم رائع جدا داود بيقول بصوا انا صرخت للرب والرب مال الي مال الي الرب ساب كل حاجه في الدنيا ساب يعني ده الرب يقول عنه ماسك الكواكب في ايديه ويعني بيدير العالم ده كله المسكونه والساكنين فيها لكن الرب عايز يقول انت عندي اغلى من ده أنت عندي أغلى من كل العالم دي عشان داوود بيقول بس لما عمل إيه؟ انتظارا انتظرت الرب، مال إلي وعمل إيه؟ سمع صراخي يمكن الصراخ ده ما كانش بصوت عالي يمكن الصراخ ده كانت صرخة مكتومة جوه القلب يمكن الصراخ ده كانت أنات جوه القلب يمكن كان دموع جوه الرب شافها شافها وسمعها ومال إلي أنا بتخيل كده الرب ميل وحط إيده على داوود وطبطب عليه وخده في حضنه وقال له أنا سمعت صراخك، الأكتر من كده يقول إيه؟ فمال إليّ وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، إيه عارفة إيه الجب ده؟ عبارة عن بير زي حفرة حوالي 30 فيت لتحت يعني أو ساي مثلاً 30 متر محفورة والجدار بتاعها أملس، يعني إيه أملس؟ لما بيرموا فيها حد في الجب ده آه بيبقى من تحت فيه وحلة، فيه طين الـ الـ الطين الحمقى هو عبارة عن الطين الممزوج متأسف في التعبير بمية المجاري يعني بيسموه طين الحمقى ليه؟ لأنه هو أقذر أنواع الطين، بيجيبوا الطين يعني مش كفاية إنه طين، ده كمان طين مخلوط بمية مجاري. وكانوا بيعذبوا فيه المساجين لما بيرموا فيه حد ينزل في الطين ده يفضل تحت لغاية ما يموت، ليه؟ لأنه الجدار بتاعة البير أملس وما أم 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 يطلع والطين بيشده لتحت. فداوود بيقول إيه؟ انتظارا انتظرت الرب مش بس الرب مال الي وسمع صراخي ده كمان اصعدني من جب الهلاك يعني ايه اصعدني من جب الهلاك يعني نزل لغايه تحت وانتشلوا طلعني الشيء الرائع هنا وانا ارجو ان كل المشاهدين ياخدوا بالهم معايا انه ما قالكش تنظف وانا هاجي اخدك بعد ما تنضف ده عمل ايه ده نزل خدنا بالوحله اللي احنا كنا فيها يعني عارفه في ناس كتير تقول ايه انت عايزه تقربي لربنا اتنضفي الاول بطلي خطيه بطلي اعملي عشان ربنا يبارك لا 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 ده مفهوم خاطئ جدا ده ضد مفهوم الكتاب ده ربنا عايزك تجي له بخطاياك ربنا عايزك تجيله له بذنوبك ربنا عايزك تجي له بكل ما فيك حتى بالريحه بتاع الطين الحمقى دي وهو الرب يعمل ايه بقى هو اللي يغيرك هو اللي يطهرك هو اللي ينظفك هو اللي ده ف ايه المعجزه اللي حصل هنا معجزه الانتظار انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي واصعدني من جب الهلاك من طين الحمقى واقام على صخره رجلي ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمه طب اللي في اللي كان في الجب في طين الحمقى بيعمل ايه؟ بيعيط ويبكي ويشتكي همومه لكن الرب لما يطلعك بمعجزه لما الرب يطلعك من الطين ده وينظفك ويكسوك رداء البر ويضع عليك توب ويغطيك ويقول لك انت بار انت اصبحت طاهر تبتدي ترنم ترنم جعل في فمي ترنيمه جديده فدي دي دي اروع حاجه في الصلاه انك تنتظر عيبها الوحيد انك لو مش مفوكس على الله لو مش مركز على الله تسرح ما أنت قاعده بقى منتظره الرب فيبتدي بقى تسيبي مخك فيبتدي بقى يحصل كل الديستراكشنز اللي ممكن تكون الحاجات اللي تشد انتباهك لكن الـ الـ الانسان بقى اللي مسبي في حب الله بعد ما سكب شكواه قدام الله بينتظر ويراقب يعني ايه بينتظر يعني عينه مفتوحه منتظر منتظر حاجه تحصل بس ازاي اميز صوت الله ما ممكن الصوت اللي بيجيلي لي ده ما يكونش صوت الله او صوت ابليس او الرغبه اللي جوايا طبعا ده 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 ممكن جدا لكن لكن بصي كل ما يتعارض مع كلمه الله فهو ليس من الله. كل ما يتعارض مع كلمه الله لان الله مش هيناقض نفسه. يعني انا بفتكر زمان انا مبسوط لما ميراندا اتكلمت من كليه زراعة كان عندنا زميله في كليه زراعه انا كليه زراعه برضو على فكره طب حلو خالص. كانت عندنا زميله في كليه زراعه عن شمس وكانت بنت مؤمنه جدا و... و... وبتخدم وممتازه يعني. وكان لينا زميل سابقنا بسنه بس ما كانش ليه في الايمان خالص، يعني سجاير وبنات وكل ما تتخيلي وجت في يوم من الايام قالت لي على فكره انا هتجوز فلان. قلت لها ازاي يعني؟ ازاي ما الكتاب بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير مؤمنين، انت مؤمنه وخادمه وبتاعت كنيسه وهو مالهوش في ده خالص. هو يعني مش وحش بس ما يعني يعني ربنا خارج حساباته خالص. فقالت لي ايه يعني متفكر انت فاكر نفسك بس كويس؟ انا صليت وربنا قال لي اتجوزيه. أنا فاكر يعني فاكر القصة كويس جدا لأن أنا رديت عليها رد مضحك جدا قلت لها يبقى ربنا اللي تعرفيه غير ربنا اللي عندي يعني لأن ربنا مش هيناقض نفسه فأنت ممكن تقولي أنا صليت والرب قال لي اتجوزي فلان ده برغم إنه مش مؤمن بس أنا صليت والرب اداني ارتياح ده بيبقى مش ممكن يعني لأن الله مش هيديك ارتياح على حاجة عكس اللي هو بيعلمها فردود الله أو يعني استجابة الله أو صوت الله لازم تكون حسب كلمته هيكون حسب كلمته حسب مشيئته يعني فمش معقولة يكون هنا بيقول يعني مثلا تخيلي انك بتكذبي يقولك لك كذبت جزبت كذبتي ليه؟ تقولي انا صليت والرب ارشدني ان انا اقولك مش موجود يبقى احنا بنضحك على نفسنا واخد بالك؟ فالله الله كمان صوته مميز جدا لانه يعني حتى لو عكس ارادتك، حتى لو عكس اللي انت عايزاه هتاخديه بارتياح لان تقولي انا الرب قال لي اعملي كذا. ومش دايما صوت الرب بيبقى لوجيك بيبقى يعني انت ساعات مثلا يقول له ايه مين مين يصدق انه انه واحد زي الخسي الحبشي وهو ماشي وربنا يبعت له واحد يقول له تقدم وراقب ورافق المركبه طب ده انهي انا متخيل كده الموكب بتاع رئيس الجمهوريه معدي ده ممكن اتضرب بالنار ممكن الحراس هي صح؟ لكن لان الرب قال له تقدم ورافق المركبه تقدم في لبس وبعدين يقول له مش بس رافق المركبه ادخل معاه وكلمه يا عم ادخل ازاي بس لما بيبقى من الرب تبص تلاقي الابيبان عامله زي كل باب مقفول كده كان السلاسل الحديد بتقع والرب بيفتح فعشان كده احنا لما بنصلي يعني هي ليه فكره لما بتصلي زي ما بنرجع للصلاه الربانيه لما كنا بنقول له اول ثلاث طلبات في الصلاه الربانيه اللي اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيتك انا بقول يا رب انا انا محتاج كذا او انا شايف كذا او انا نفسي في كذا لكن رب انا مسلم لمشيئتك انا مصدق ان انت صالح ومصدق انك بتحبني ومصدق انك عارف خيري اكتر مني وعارف اللي انا محتاجه اكتر مني لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه صدقوني الله عارف الله عارف المرض اللي عندك، والله عارف الاحتياج المالي المادي اللي عندك، والله عارف المشاكل اللي عندك في الشغل، الله عارف المشكله اللي عندك في البيت، الله عارف المشكله اللي عندك مع الولاد، الله عارفها، بس الله منتظر ان انت تيجي تسكب تسكب شكواك قدام الله، وتسكب طلبتك قدام الله، وتيجي وانت مصدق ان الله هيتفاعل وهيتداخل في المشكله دي بس كمان لازم تسمح لله انه يتداخل ما انت ممكن تقول يا رب الشكوى بس انا انا عندي حلولي انا انا عندي ال... والله يقول لك انت حر لكن انت لازم تقول يا رب انا مسلم ليك وصابر ليك ومنتظرك يا رب انك تتدخل امين طيب جالنا سؤال على تليفون واحده عندها اطفال ومشغوله طول الوقت ولما بيحصل وانها بتقعد تصلي بتحس بملل بس قبل ما هترد عليها في سؤال تاني اي ثينك ان هو هيبقى من ضمن إجابات للسؤال ده في كرونسس الاولى 14 عدد 15 فما هو اذا اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا ارتل بالروح وارتل بالذهن ايضا يعني ايه اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا طيب. آه يعني اعتقد موضوع الملل اللي احنا اتكلمنا عليه كتير آه. انه انه الملل لانك ساعات بتبقي انك بتضربي الهواء انا لو عندي ثلاث اطفال و... واعتقد ان انا بس لو قعدت اصلي لكل واحد فيهم ان ربنا يحميه ويحفظه وربنا يكبره في خوفه وفي محبته وربنا يضمن مستقبله وربنا يخليه يعرف يعرف يعرف, يعرف الله من وهو صغير انا اخذت ربع ساعه وانا بصلي لاول ولد لا انا شايفه كمان احساسنا بالملل ليه لان احنا بندخل بجسدنا اه لكن فكرنا وقلبنا بعيد اصلا احنا بنفكر بالضبط. في حاجه ثانيه بالظبط بيرجعك للروح والزهن. ايه الروح والذهن في ناس تقعد قدام الله بالروح يعني او هم متخيلين ده الروح فيكون مش مدرك هو قاعد قدام مين كلمه الذهن معناها انك متيقن عارفين لما الرسول بولس يقول لاني عالم بمن امنت مش بما امنت احنا بنركز على بما امنت انا امنت بالكلام ده بالعقيده دي بالفكر ده وسيكي ساعات تخش خناقات كتيره والكلام انا تربيت على العقيده دي انا تربيت على الفكر ده بولس بيقول انا ما يهمنيش لا العقيده ولا الفكر انا يهمني الشخص لاني عالم بمن امنت فالذهن معناها ايه يعني في العاده دي بيقول لك لتكن كلماتك قليله لانك قدام الله يعني ما ينفعش قدام الله تقول اي حاجه ما ينفعش قدام الله انك تلخبط ما ينفعش قدام الله انك تقول اصل انا كنت بصلي بالروح بقى ف يعني اقول لك حاجه مثلا عمرك سمعتي حد بيصلي يقول له يا رب يسوع باركنا ويا رب يسوع ويا رب يسوع ويقعد الصلاه كلها يا رب يسوع ويجي في الاخر يقول له واقبل صلاتي في اسم المسيح طب انت كنت بتكلم مين؟ وده بقى الذهن مش موجود هنا اوكي لو انا بقوله يا رب يسوع اتس فاين طبعا احنا نتكلم رب يسوع لكن هقول له واقبل صلاتي في اسمك ما انا عارف انا بذهني انا عارف انا بكلم مين يعني احنا ليه لما... ب... لو انا بقوله ايها ايها الاب باركنا وايها الاب بارك كذا وايها الاب وايها الاب واقبل صلاتي في اسم المسيح فانا بالذهن مدرك ان انا بكلم الاب وبختم صلاتي او بامن على صلاتي بان انا برفعها في اسم المسيح لكن انا لو عمال اقول يا يا رب يسوع تعالى وباركنا ويا رب يسوع اعمل نهضه في مصر ويا رب يسوع اعمل ويا رب يسوع اقبل صلاتي في اسم المسيح طب انا كنت بكلم مين كنت بكلم يسوع كنت بكلم المسيح يسوع المسيح واخد بالك؟ فالذهن هنا معناه ان انا اكون مدرك ذهنيا ان انا في محضر الله وبتكلم مع الله. فارن بالروح وارن بالذهن، في ناس عايزه اول ما تطلع تانيمة تسقف عشان تبقى بالروح، ما يعني انت بالك؟ اوكي انا ما انا مش ضد عايزه يعني جو معين عشان يبقى فيه او يحسوا الاجتماع كان روحي قوي النهارده، ايوه ايوه بس انت الله تعامل معاك ايه؟ ايه اللي اتغير جواك؟ ايه العمق الجديد اللي حصل بصي الله ما بيعملش حاجه للهوى يعني للاستمتاع الل لا الله بيعمل كل حاجه عشان نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد المجد فاذا كان ترنيم او اذا كان صلاه او اذا كان انسكاب روحي او اذا كان حتى فرح روحي بالتهليل ونبقى بنهلل بالرب وفرحانين بالرب لكن ده علشان يغير يغير فينا ويقربنا اكتر ويغربنا اكتر فش كده احنا محتاجين الروح والذهن ما ينفعش الجمود يعني يعني عايز اقول لك ايه احنا مش لازم ناخد بقى الاكستريم ونقول اصل الهنا اله نظام وليس اله تشويش ولو حد سقف في الترنيمه ولا حد يعني انا افتكر زمان طبعا لان انا اسيس انجيلي مشيخي وبعتز كده زمان لما لما كان حد يقول هللويا في الكنيسه كان كل الناس تبص ورا كان واحد قال كلمه قبيحه ففي مره من كام سنه ابتديت اقول لهم عندنا في الكنيسه على فكره انا اكتشفت ان هللويا كلمه مش عيب والمكان الطبيعي ان هللويا تتقال فيه في الكنيسه لما تقول الرب شافها هللويا الرب عمل معجزات هللويا هنقول هللويا فين واخد بالك لكن في ناس مثلا بتقول لك هللويا عمال على بطال يعني مثلا تقولي فلان مات هللويا يا عم اصبر بس يعني مش في مكانها <applause> لا أو مش, مش, مدرك أو يعني. اه يعني واخد بالك دي ملهاش دخل بالروحانيات الروحيه ان انا عايش بالروح وبسلك بالروح ومسبي بالروح بيني وبين الله ولو ظهرت حاجه رائعه زي ما الملائكه الملائكه كانت على طول بتقول قدوس 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 لان الله على طول كان بيبهر الملائكه باعمال عظيمه وانا لما الرب يبهرني بعمل على طول الاقي نفسي بقول هللويا لما اسمع كده اي حد انا دائما على طول في بوقي كلمه الرب صالح الرب صالح يعني لما حد يقول ان تصور أنا صليت والرب عمل كده الرب صالح تصور الرب غ... الرب صالح هللويا يعني دي صوره اخرى من صور هللويا واخد بالك ده الطبيعي الطبيعي بس انت مدركه ان الله بيشتغل ومدركه ان الله بيعمل فعندك ادراك بالذهن فلما ترنمي رنمي بالروح ونسيبي بالروح بس كمان انت بتكلمي الله فخلي الذهن حاضر مش مغيب يعني هي الفكره انه في ناس بتعيش بتحب الغيبيات لكن الله عايزك قدامه بروحك بالعقل ومدركه مدركه, طيب هل الصلاة محتاجة إرشاد من الروح القدس؟ يعني دايماً في كنايسنا بيقول من يرشده روح الله يتقدمنا في الصلاة. أوكي؟ فمش فاهمة يعني إيه؟ لا لو الكتاب بيقول لك الروح نفسه يرشدنا ما نصلي لأجله. إيه الحكاية دي؟ يعني مثلاً هقول لحضرتك حاجة. بتحصل إن أنا أكون قاعد بصلي ومثلاً فجأة وأنا بصلي ويعني ماسبي مع ربنا ألاقي ربنا عمال يقول لي صلي علشان فلان في مصر او او المرسل الفلاني في كينيا وتقول غريب انا ايه اللي خلاني افتكرته تبتدي فجاه تبتدي تفتكري وتبتدي تقول يا رب انا انا ما اعرفش ليه بس الروح شاغلني ان انا اصلي علشان الشخص الفلاني او الخدمه الفلانيه او الموضوع الفلاني وتفاجئي مثلا بعد اسبوعين يجيلك ايميل يقول انا كنت في اليوم الفلاني بمر بمشكله واشكر ربنا انه دخل وترجع لي اليوم الفلاني تلاقي ان ده اليوم الفلاني اللي الرب شغلك إن تصلي انك تصلي عشان هي إيه دي الصلاه بالروح وان الروح بيصلي فينا الروح بيشفع فينا والروح بيصلي فينا والروح, بيصلي فينا والروح كمان بيدينا ما نصلي لاجله انت احيان كتير تكوني مثلا داخله كل تفكيرك انك تصلي عشان قسط البيت اللي ما تدفعش واقساط و... و... مدارس العيال اللي ما حصلتش مشغوله او كده وفجاه تلاقي ربنا بيخدك ل ل ل ثانيه ل... 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 انت كنت محتاجاها اكتر بس بس الشيطان كان شغلك بال او ما تخصنيش انا او يمكن ما تكوني. تخصكيش فده ده فكره انك تكوني منفتحه لروح ربنا ان انت داخله في محضر انت داخله يعني عارفه زي ما تكوني قاعده مع شخص عزيز عليك بتكلمي في كل المواضيع فانت بتصلي بكل الناس وبتصلي, وبتصلي وبتسيبي نفسك يعني هو ده ادراكك لحضور الله بيخليكي خاضعه لعمل الروح القدس فالروح من جواكي بيحركك ويطلع حاجات ويطمنك على حاجات وانت قاعده قدام الرب طيب في متى 18 عدد 19 و20 واقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على الارض فاي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطه يعني فرصه وحضرتك قبل كده قلت ان المريض لو لما بيلجا للشيوخ ويصلوا له ويتهنوه بالزيت يعني فرصه استجابه الله للصلاه للمجموعة أكبر من شخص بيصلي لنفسه أو بيصلي للغير أو صلاة فردية؟ لا يعني أنا أنا لا أجرؤ أن أنا أقول أكبر. بس أنا أقدر أقول أنها بتعطي قوة للاتنين. يعني إيه؟ تخيل حضرتك بتصلي لوحدك أو أنا بصلي لوحدي عشان حاجة. وروزينا مراتي في حتة تانية بتصلي لوحدها بس عشان حاجة تانية. تختلف عن ما احنا الاثنين بنصلي مع بعض عشان حاجه واحده فاستجابتها لينا بترفعنا احنا الاثنين وبعدين تقوم رفعنا كلنا كاسره وتقوم رفعنا كلنا ككنيسه اه يعني البركه اللي بتجلنا كمجموعه طبعا هتبقى اكتر لو واحد بس استفاد بالبركه ليه هو شخصيا اه يعني ايه لما حضرتك تيجي تقولي مثلا تيجي في حلقه صلاه وتقولي ايه على فكره يا جماعه انا اول امبارح صليت والرب عمل معجزه وحصل كل قاعدين يقولوا يا ربنا يبارك تختلف عن اما يجي حد يقول يا جماعه فاكرين الاربع الثلاث اللي فات في حلقه الصلاه كلنا كنا بنصلي عشان ايه؟ كنا بنصلي عشان الموضوع ده تصوروا ان الرب حل الموضوع ده فجاه بقى في 15 20 واحد بيعملوا ايه؟ بيمجدوا الله على الاستجابه, الاستجابة دي, دي. ففكره اذا اتفق اثنين فكره الهارموني الروحي اللي المفروض يكون بين الزوجين وبين الاسره وما بين الكنيسه بين الجسد الواحد فلما بيقول اذا اتفق اثنين عايز يقول انه يعني مش بس عارفه مش بس في الصلاه هقول حضرتك حاجة, حاجة، لو تفتكري لما الرب يسوع قرر انه يرسل تلاميذه في اول رحلة تبشيرية. جاب كان عنده 70 رسول. أنا لو مطرحه لو أنا بخطط استراتيجيا بقى بالحسب الأبحاث أقول طيب عندي 70 رسول هبعتهم ل 70 قرية، فيبقى أنا كده غزوت 70 قرية بالكلمة. لكن الرب يسوع يقول إيه؟ أرسلهم اتنين اثنين كانت حاجه محيراني طب ليه يا رب يعني ما, ما احنا عايزين نكبر، عايزين ننتشر، لكن رب عايز يعلمنا ان احنا محتاجين لبعض. انا محتاج اخويا انه يروح معايا، محتاج اختي انها تروح معايا، ارسلهم اتنين اتنين، فلما رجعوا يقول ايه؟ رجعوا فرحين وقالوا له يا معلم حتى الشياطين بتخضع علينا باسمك، بقى في شاهد. بقى في شاهد بولس وسيلة بقى في شاهد بولس وبرنابة بقى في اثنين بيشهدوا عن عمل الله مع بعض فالموضوع بقى بينتشر اقوى عن ما بولس لوحده وبيقول للناس على اللي حصل فحتى في الصلاه في الصلاه عشان كده احنا بنشجع بنشجع الناس دايما ان يكون عندك بارتنر في الصلاه يكون عندك شريك صلاه شريك صلاه ده ايه ان زي ما بتتصل بواحده وتقول لها ازيك وعامله ايه وجوزك عامل ايه والعيال عامله ايه لما تقضي انتوا الاثنين وقت مع بعض وتتفقوا على الحاجات اللي بتصلوا عشانها وانتوا الاثنين بتبقوا منتظرين رد الله عليها ده بيبني بيبني الايمان اكتر طيب في صلاه كل الطوائف بتتفق عليها وانا عارفه ان حضرتك عايز تتكلم عنها يعني بالتفصيل هي الصلاه الربانيه عايزين نعرف بقى الصلاه الربانيه ليه ربنا حاط لنا الصلاه دي والعمق اللي فيها طبعا يعني مفيش اروع ولا اعظم من الصلاه الربانيه لأن لما التلاميذ راحوا للمسيح وكانوا بيعلمهم زي ما قلت لحضراتكم في متى ستة قال لهم فصلوا انتم هكذا يعني كان الرب يسوع حط حط النموذج الذي ينبغي ان يحتذى به في الصلاه اغلبكم سمعني قبل كده على الكرم انا قلت اكثر من مره ان انا اتولدت في بيت مسيحي في مصر امي كانت بتروح الكنيسه الارثوذكسيه ابويا كان بيروح الكنيسه الانجيليه وانا بشكرهم هما الاثنين لأنهم علموني ازاي احب الكنيستين بنفس المقدار وازاي اشوف ربنا في الكنيستين كانوا دايما بيعلمونا مش مهم انت رايح فين المهم انك رايح تتقابل مع ربنا المهم انك رايح تتعبد لله فاتعبدت في الكنيسه دي او تعبدت في الكنيسه دي المهم انك رايح لربنا عشان كده يعني انا بعتبر نفسي مميز جدا ان الرب متعني ان انا احب الكنيستين بنفس المقدار لانه الاثنين ساهموا الاثنين ساهموا في تكويني واللي بيحضر عندنا الكنيسه في 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 امريكا يعرف ان انا ما فيش وعظه من الوعظات ما بقتبسش فيها من اقوال الاباء لان انا بؤمن جدا انه اباء الكنيسه الاول في القرن الاول والثاني والثالث الميلادي بالذات هم اباء الكنيسه اللي حموا الكنيسه هم اللي قدموا وحافظوا على الايمان المسيحي للكنيسه فانا ما بعتبرهمش اباء الكنيسه الارثوذكسيه بس او اباء الكنيسه الكاثوليكيه دول اباء الكنيسه يعني من غير اثناسيوس كنا نروح فين من غير قانون الايمان يعني تخيلي يعني فالناس دي ليها فضل علينا فانا انا يعني طلعت في الكنيستين واقدر اقول ان انا عارف كتير في الكنيستين وطبعا الكنيسه الكاثوليكيه ما حدش يقدر يقدر ينكرها الميزه اللي في الثلاث كنايس هي انه الشعب في الثلاث كنايس الصلاه الربانيه عنصر اساسي في كل الصلوات. وانا برضو الناس سمعوني كتير بالذات من على قناه الكارما دايما وده الحاجه اللي انا بنادي بيها دايما انا عكس عكس اسس كتير انا لا انادي بوحده الطوائف. انا انادي بوحده جسد المسيح. وفي فرق رهيب بين الاثنين. انا بسمع ناس كتير تقول امتى الطوائف تتوحد امتى نبقى واحد الطوائف عمرها ما تتوحد ريحوا نفسيكم لكن جسد المسيح واحد يقول الكتاب هل انقسم المسيح جسد المسيح واحد واي انسان مؤمن اي انسان مؤمن بينتمي لاي طائفه بس مؤمن بالمسيح ومغسول بدم المسيح فهو عضو في جسد المسيح فاحنا كلنا كمؤمنين مغسولين بالدم بننتمي الى نفس الجسد حلوه المقدمه دي خلينا نرجع بقى للصلاه الربانيه الصلاه الربانيه اول كلمه فيها هي اكتر حاجه بتشدني جدا وانا بفكر في الجسد الواحد هي كلمه يا ابانا طيب لما انا الأسيس هشام أسيس الكنيسه الانجيليه بقول يا ابانا والكاهن بتاع الكنيسه الفلانيه الارثوذكسيه بيقول يا ابانا والكاهن بتاع الكنيسه الكاثوليكيه بيقول يا ابانا ده معنى ان احنا الثلاثه ايه؟ اخوات اخوات احنا مش قادرين نشوف السكه دي مم. كلمه يا ابانا في وجهه نظري ليها معنيين مهمين جدا المعنى الاولاني في كل مره بقوله يا ابانا بعترف بابوه الله فيبقى لي علي حق الخضوع في كل مره انا بدي لنفسي الحق ان انا اقوله يا ابانا الذي في السماوات فانا بعلن قدامه ان انا ابن أنا ما أقدرش أروح لبابا حضرتك وأقول له يا أبويا، ما أقدرش. أنا مش أبويا. لكن أنا وأنت لما بنروح لربنا وبنقول له يا أبانا، معنى كده إن أنا بقول له أنت أبويا وأنا ابنك وحضرتك بتقولي له أنت أبويا وأنا بنتك. طيب إيه الكلام ده؟ أنت أبويا يبقى أنت ليك عليا حقوق. أنت أبويا زي ما أنا بلجأ لك لأنك أبويا، أنت ليك عندي حقوق، ليك عندي حقوق إن أنا لازم أسمع كلامك، لازم أخضع لك، لازم أطيعك. دي حقوق البنوه، ده, ده ده طبيعة البنوه، إن أنا لما بقول لله أنت أبويا يا أبانا فمعنى كده إن أنا في كل مرة صليت الصلاة الربانية صبح ظهر الليل في قداس في كنيسة في أي مكان أنا بشهد قدام العالم كله إن إن الإله ده أبويا أنا وأنا ابنه، فمعنى إن أنا ابنه ما ينفعش أبقى ابنه بلعب في التراب، ما ينفعش أبقى ابنه واقع في الخطية، ما ينفعش أبقى ابنه وماشي و... و... زي على مزاجي. انا بصلاتي يا ابانا انا بشهد ان انا ابن الله فلازم اسلك كما يحق للاله اللي انا بقوله انت ابني عشان كده دي خطوره الصلاه الربانيه على قد ما هي لذيذه ورائعه بس انا في كل مره بقف اقول له يا ابانا بقف بعلن ان هو الله هو ابويا وانا ابنه وانا لازم اطيعه لازم اسمع كلامه ولازم اعيش الحياه اللي الحاجه الثانيه في كل مره بقول له يا ابانا بشهد ان الناس دي كلها اخواتي وما ينفعش يكونوا اثنين اخوات ما بيكلموش بعض ما ينفعش يكون اتنين اخوات متخاصمين مع بعض ما ينفعش يكون اتنين اخوات ما مش طايقين بعض وده اللي بيحصل للاسف في جسد المسيح ان احنا كلنا فاكرين كلنا ب... سوري في التعبير بقى في اللفظ ده ببجاحه بنقف نقول له يا ابانا لكن انا بكره اخويا او بابانا بس انا مش بحب اخويا الرب بيقول لك ازاي ازاي تبقى ابني وازاي بتقول لي كل يوم يا ابانا واللي واقف جنبك بيقول لي يا ابانا وانتوا الاثنين ما بتكلموش بعض فعشان كده الصلاه الربانيه على قد ما هي رائعه لكن خطيره وعميقه في كل كلمه فيها دي ممكن ناخد حلقات في كلمه كلمه بس انا انا النهارده عايز اوجه نظرنا على كلمه يا ابانا ابانا اذا هتجرؤ النهارده انك قبل ما تنام بالليل او اول ما تصحى الصبح تقول يا ابانا الذي في السماوات اعرف انك بتتعهد انك تعيش قدامه كابن وانك بتتعهد انك تحب اخواتك حتى لو اختلفوا معاك فكريا حتى لو اختلفوا معاك عقائديا لكن طالما هم كمان عندهم الحق انهم يقولوا له يا ابانا فاحنا احنا اخوات طيب في جزء في ابان الذي خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا هي دي تنفع دلوقتي خبزنا كفافنا اعطينا اليوم هي تنفع بس احنا مش عايزينها واكبر دليل على كده بالذات اللي عايشين في امريكا انا اتحدى واحد عايش في امريكا عنده بيتين عنده بيت ما عندوش ثلاجتين واحده في البيت واحدة في الجراج والاتنين والاتنين مليانين ونيجي بكل جرأة أنا مش عايز أستخدم نفس التعبير مرة تانية نيجي بكل جرأة نقول له إيه خبزنا كفافنا بس إحنا حاطين لأسبوعين قدام خبزانا كفافنا بس إحنا مأمنين لقدام المفهوم ببساطة اللي الله عايز يحطه في الصلاة ربنا بالذات في كلمة خبزانا كفافنا أعطينا اليوم إن أنا ما هم بكرة إن أنا ما بقاش قلقان على بكرة إن أنا ما بقاش خايف لألا بكرة ما الاقيش أكل أو عيالي ما ما يلاقوش أكل، كتاب المقدس يقول كده عشت سنين عديدة ولم أرى صديق تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبز، هو الرب هو الرب الرب صالح، الرب صالح أنا خايف على إيه؟ أنا خايف إيه؟ خايف بكرة ما يبقاش عندي أكل، إزاي؟ بولس الرسول يعلمنا حاجة يقول تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، تعلمت أن أجوع وأن أستفضل، أنا بتاع ربنا، أنا مش خايف. مش خايف ده الذي يقوت كل طيب، ده في يوم من الأيام الرب يسوع يقول كده أليس عصفوران يباعان بفلس؟ ومرة تانية يرجع يقول أليست خمسة عصافير تباع بفلسين؟ فاللي بيفهم فينا في الحساب يعرف إنك لو رحت للتاجر اشتريت عصفورتين هتدفع فلس واحد. لو اشتريت أربع عصافير هتدفع فلسين والراجل هيديك عصفور على البيعة. الرب يسوع بيقول حتى العصفور اللي على البيعة اللي الراجل اداهولك بلا ثمن، ملهوش أي قيمة، ده ما بيقعش. ما بيقعش. غير باذن من ربنا يقود كل طير ده الرب بيهتم بالعصافير العصفور وجد بيتا والسنون عشا انت ليه تخاف على بكره الرب لما بيقول لك خبزنا كفافنا بيقول لك قول له رب انا شبعان بيك النهارده بكره بكره الرب هيشبعك بكره الرب هيديك ما تخافش فهي فكرتها انك تكوني واثقه ومصدقه ان الله واخد باله منك عايزه قوه ايمان قوة لكن إيمان. الغفران تسلنا. بعد ده موضوع احنا عمرنا في دي تاني مره ما وصلناش برضو لانها اخطر ايه واغفر لنا كما نغفر ودي محتاجه وقت محتاجه حلقه كامله لان أوه. عدم الغفران اكبر سبب ان الله ما بيستجيبش صلوات صلواتنا <applause> يعني تقولي ده انا صليت وصرعت وعملت والرب يقول لك انا مش هغفر لك طول ما انت مش قادر تغفر لاخوك طيب جالنا سؤال وهنطلع في فاصل بعد ما حضرتك هتجاوبني عليه واحده بتخدم في كنيسه الكنيسه دي فيها امور سلبيه كتير دورها ان هي تصلي ولا تكمل في الخدمه؟ الاثنين بصوا احنا ساعات ثانية يقولك لك ايه؟ مفيش فايدة مفيش فايدة انت انت قاعدة في بتعملي اشوف كل واحد ماشي على مزاجه انا مش دوري ان انا اقيم الاخرين بيعملوا ايه؟ أنا دوري كمؤمن إن أنا أعمل اللي ربنا طالبه مني بأمانة. ربنا طالب مني إن أنا ألم الكتب المقدسة بعد ما الكنيسة تخلص، هلم الكتب المقدسة بأمانة. دوري إن أنا أمسح الأرض؟ همسح الأرض. دوري إن أنا أوعظ؟ هوعظ. أنا دوري الأساسي إن أنا أعمل خدمتي بأمانة اللي رب حطها عليا بأمانة وأصلي من أجل العمل. لو أنا شايف حاجة سلبية لازم تعرفوا، أنا مش أنا أسيس الكنيسة بس أنا مش صاحب الكنيسة أنا بشتغل عند ربنا. انا بشتغل عنده انا ساعات بقى تشوف قصص تانية يقول لك ايه شعبي ورعيتي وشيوخي والمجلس بتاعي وساعات تقول له استنى 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 ده بتوعك؟ ده بتوعه هو ده احنا كلنا عنده فانا بقول للاخت دي استمري في خدمتك استمري في جهادك الا لو بيعملوا حاجه تغضب ربنا ده موضوع تاني يعني لو انت شايف انهم بيعلموا تعليم ضد الكتاب بيعلموا تعليم ضد المسيح لا ما تستمريش لكن لو في اي اخطاء بشريه وضعف بشري دورك ان انت تقومي بخدمتك بامانه ودورك الثاني ان انت تصلي ان الرب يفتح عينين الناس دي قد يكونوا مش شايفين اللي انت شايفاه قد يكونوا مش شاعرين لكن بروح المحبه لما يقول الكتاب اصلحوا انتم الروحانيين بينكم بروح الوداعه احنا كتير بيبقى جوانا روح غضب وتحت اسم احنا غضبانين وغيرانين على على مجد الرب فبنخبط في الناس الرب بيقولك لك لا لا ده مش دورك ده مش دورك هو صاحب الكنيسه هو صاحب العمل هو اللي يعرف يعمل ايه انا دوري ان انا الكتاب قال من اجل عمل يدي انا هصلي من اجل الكنيسه من اجل القاده من اجل الخدام واثق ان الرب بيحمي كنيسته طيب احنا اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني وهنكمل ليه لازم اصلي قناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة كن عونا لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك فالمروي هو أيضا يروى والمعطي المسرور يحبه اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at -alkarma -tv .com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وبفكركم ان الخطوط مفتوحه ومستنيين تليفونكم وتليفوناتكم ومشاركتكم معانا وهنكمل موضوعنا عن ليه لازم اصلي. أه عايزه اسالك بقى في صلاه بسمعها أه كاني بسمع وعظه بقى وايات وبتبقى جميله. أه هل في صلاه نموذجيه؟ يعني في ناس مش بيبقى عندها الموهبه دي او القدره دي ان هي تصلي صلاه طويله وكلمات حلوه وجميله وايات. لكن بتبقى صلاه بسيطه ففي حاجه في صلاه نموذجيه وربنا بيسمع من الاثنين ولا ال... ايه عايزه هو طبعا يعني آه للاسف في ناس كثيره بتستخدم الصلاه حتى عشان توصل رسائل لحد حواليها يعني يبقى واقف بيصلي وبيخبط في ناس معينه بالصلاه بس بيصلي انا بعتقد انه مشكله كبيره قوي بتخلي بنقع فيها لما بنبقى مش مدركين احنا بنكلم مين فانت بتقدري تفهمي وتحسي الصلاه اذا انا رافعها لفوق وقلبي يعني مسبي مع الله وقلبي مرفوع فانا بقوله اللي جوايا مش لازم يكون منمق مش لازم يكون مرتب حتى لان روح القدس بيشفع فينا لكن انا بقوله اللي جوايا بقوله اللي في قلبي مش بقوله للاسيس عايز يسمعه يعني انا يعني حاجات كتير يا رب بارك رعينا ويا رب اعطيه كلمه واخفيه عمرك سمعت كده في الكنائس؟ ساعات اقول لهم يعني اخفيه وديه فين يعني؟ انا طبعا عارف المعنى الروحي واشكر ربنا انا عارف المعنى الروحي ان ربنا عارف يعني ما مش اظن اخفيه يعني الناس الناس ما تطلعش منبهره بالمتكلم لكن تنبهر بكلمه الله عشان ربنا يزهر فيه. يا رب اخفي الأسيس يا عم اخفيه بس ليه يعني عمل لك ايه القسيس؟ لكن يعني احنا حين كتير بن 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 عدم ادراكنا لمحضر الله وعدم إدراكنا لحضور الله وعدم إدراكنا إن إحنا بنكلم الله كلم الملك يدخلت أنت عندك دقيقتين رئيس الجمهورية هيسمعك فيهم هتقولي له إيه؟ لازم هتنقي أحسن فأنت وأنت داخل تكلم الله وأنت داخل تبسط قلبك قدام الله وأنت داخل تطلع أشواقك قدام الله ما... أول ما, ما, ما تبقاش مزيف قول اللي جواك قول اللي أنت شاعر بيه لأن الرب عارف الرب عارف انت شعر بيه يعني لو انت داخل قلبك مكسور وتقول يا رب احنا فرحانين بيك النهارده ربنا يقول لك انا عارف انك مش فرحان انا عارف انك مكسور انا عارف انك حزين فالله يهمه جدا انه وانت داخله تكشفي قلبك قدامه انك تكشفي قلبك الحقيقي طبعا لما الصلاه بتكون مؤيده بايات كتابيه كانك بتذكر الله بوعوده وده شيء رائع جدا يعني لو رجعتك تاني النحاميه لما لما شعب الله صلى في نحاميه تسعه يقول له وانت وعدت ان لما يحصل كذا هتبارك وانت وعدت ان هيحصل كذا فانك بتفكري الله بوعوده فإن بت 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 كأنك بتقول يا رب انا جايه ومسنوده على وعدك انا انا مش مش بتكلم الفراغ انت قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم وانا تعبان فانا منتظر انك تريحني فانت جايه بني ايمانك وثقتك على المكتوب واخد بالك فهي مش قضيه استعراض استعراض, آه استعراض ايات على قد ما انت يبقى جين بت... مره ثانيه بتكلمي الله من قلبك وبتؤيدي طلبتك ولجاجتك في طلبتك بوعد الله بتقولي يا رب انا مش مش بطالبك بحاجه انت ما وعدتش انت وعدت انت قلت لي كذا ف فالصلاه ال... انا بعتقد الصلاه النموذجيه هي الصلاه الخارجه من القلب وبتخاطب الله وهي مدركه تماما حضور الله كون ان انا اكون بكلم الاب لانه كت... الرب يسوع دائما كان بيقول مهما طلبتم من الاب اطلبوا من الاب الاب فانا انا لازم كمان اكون مدرك بالذهن ان انا بكلم الاب السماوي ابويا السماوي وبكلمه باسم الابن انا ملياش حق ان انا اطلب لكن لان بقى لينا اخ بكر هو المسيح ادانا الحق ان احنا نخش ونطلب باسمه فالرب يقول انت جاي منين جاي ليه اقول له انا جاي لك مدعم باسم المسيح انا 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 بختم الطلبه بتاعتي باسم المسيح ببساطه عايز اقول يا رب انا ما استاهلش انك تبص لي انا ما استاهلش انك تديني لكن عشان المسيح وعشان اللي عمله المسيح عشاني عشان المسيح اللي غطاني بدمه عشان المسيح اللي بررني عشان المسيح اللي كساني رداء البر عشان المسيح اللي غفر خطيتي من فضلك اديني ده صلاتي بتبقى متلخبطه انا بلجا لشفاعه الروح انه بيعيد صياغه الصلاه ويقدمها قدام الله فيتنسمها الله كرائحه بخور ذكيه قدامه فهي دي الصلاه النموذجيه انها تكون من القلب عارفه لما الكتاب حتى الدموع بتاعتنا الله بيحفظها عنده يعني الله مقدر قوي احاسيسي لكن ما ينفعش تخشي الصلاه جامده المشاعر ما ينفعش تخشي الصلاه واجب روتين طيب <applause> <applause> في دقايق اللي جايه عايزه اول حاجه قبل ما نصلي عشان جايلنا طلبات كتيره عايزه في جمل بسيطه رساله بتوصل لكل مشاهد بيشوفنا ولكل أسرة وعنده أولاد وبيربيهم وإزاي يربيهم على صلاة في جمل بسيطة يعني أول جملة أقدر أقولها عايز تفتح باب السماء صلي اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا هيفتح لك ببساطة وأنا بصلي من كل قلبي إن إحنا إن إحنا ندرك عظمه الـ 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 الامر اللي ربنا لنا هو ان احنا نقدر نصلي احنا نقدر نغير رئاسات العالم كله نقدر نغير سياسات العالم كله نقدر نغير الكون كله لو الكنيسه اتحدت وصلت فانا بشجع كل كنيسه انها تعمل اجتماع صلاه ويكون ليك بارتنر في الصلاه في الكنيسه كل اتنين ثلاثه يكونوا بيتصلوا مع بعض زي ما بنتكلم في الكوره او زي ما بنتكلم في السياسه او زي ما بنتكلم على اللي بيحصل في الشرق الاوسط لازم يكون عندنا وقت ان احنا نصلي مع بعض، إذا الكنيسة ما حلقة صلاة ابتدي، قد تروح لوحدك مرة واثنين وثلاثة ما تملش، الرب الرب أنت بتزرع والرب هيسقي وينمي والرب هيديك. أنا بشجع كل أم أنك تصلي من أجل ولادك أنا بفتكر أن احنا كنا بنصلي لبنتنا وابننا وهم لسه بيبيز، هما لسه ما اتولدوش، ما نزلوش. كنا بنصلي لهم. والنهارده لما بشوفهم كبروا وفي العشرينات وبيختاروا الزواج وبيختاروا الجامعات وبيختاروا الشغل بتحس ان الصلاه اللي تصلى لهم الرب بيسمعها. دلوقتي انا بشجع كل زوجه انها تصلي من اجل زوجها. صلي له. ساعات تبقي زعلانه منه، ساعات تبقى محبطه، ساعات تبقي منتظره انتظارات، صلي له. عارفه لو في كل يوم الصبحيه رفعتي زوجك قدام الصلاه، قدام ربنا في الصلاه، نظرتك ليه هتتغير وهتبقي مشتاقه انه يرجع عشان تعرفي صلاتك كان فيها ايه؟ بشجع كل زوج انه يصلي من اجل مراته بشجع كل زوج انه يصلي من اجل اولاده دي مسؤوليتك انت كاهن الاسره صلي من اجل مراتك صلي من اجل اولادك خليهم يشوفوك وانت بتصلي خليهم يشوفوك وانت بتسمع صوت ربنا خليهم يشوفوك وانت بتلجا الى الله في كل ظروف حياتك وعايز اقول لكل قسيس وكل خادم قد تكون اعظم واعظ في الدنيا قد تكون أعدك اعظم كنيسه في الدنيا بس كل ده ممكن يكون قايل للسقوط لو الكنيسه مش مبنيه على ركب سجده ابليس ممكن ينجح كل حاجه في الدنيا لكن مش هيحارب حاجه قد حلقه الصلاه لان الحاجه الوحيده اللي بترعب ابليس هي الكنيسه اللي بتصلي انا بشجع كل خادم وكل مؤمن ان يكون في كنيستك حلقه صلاه ويكون في بيتك حلقه صلاه وكلنا نوصل في يوم من الايام نبقى زي داود نقول اما انا اما انا فصلاه امين. طيب احنا في دقيقتين محتاجين صلاه وهقول لك ايه الطلبات في واحده محتاجه صلاه عشان ابنها طيار وبيتدرب ومحتاجه ان الرب يعطيه استرخاء وهدوء في تدريباته. صلاه تاني الأستاذ ويليام ان الرب يعطيه تركيز في الصلاه. ميراندا الصلاه من اجلها ومن اجل اسرتها ومن اجل الشاب اللي في اللي مقيد من ابليس وشاكك في وجود الله. صلاه من اي واحده طالبه صلاه من اجل ابنها الاول عنده سكر وقلب. وهي عندها الزيبة الحمراء وابنها الثاني عشان يعرف الرب ومحتاجة صلاة لابنها الثالث عشان الرب يعطي أطفال فمحتاجين حضرتك ترفعهم في الصلاة أنا بس عايز أقول لكل المجموعة دي قبل ما نصلي أنتم مصدقين أن الرب يقدر يشفي ولا لا أنا ممكن أصلي والكارما كلها ممكن تصلي لكن أساسا 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 أنت مصدق ولا لا الأم اللي بتصلي عشان ابنها يعرف الرب ما أم أغسطينوس قعدت سنين عشرينات سنين تصلي عشان ابنها وما ملتش ولا مرة وكانت متأكدة أن الرب مش بس هيجيبه ده الرب جابه وعمله قديس أغسطينوس أنا عايز أقول لكم النهاردة أنه أعظم حاجة في إلهنا أنه بيسمع الصلاة يقول الكتاب كده يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر والرب عايزك تصدق انه هيديك الرب عايزك تصدق انه هيشفي انا انا بصدق ان الرب بيشفي انا بصدق بصدق لانه قال كده الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك انا بصدق ان الله اللي بيقدر يغفر الذنوب هو الله اللي بيقدر يشفي الامراض عشان كده النهارده جزء كبير من استجابه الصلاه اللي ممكن تحصل معاك ومعاكي قايمه اساسا على انك مصدق خلونا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نغمض عينينا ونقول له يا رب احنا مصدقين يا رب احنا جايين لك النهارده ومصدقين مصدقين يا رب انك اله صالح مصدقين يا رب انك الطبيب الاعظم مصدقين يا رب انك لم تشفق على ابنك بل بذلته لاجلنا كيف لا تهبنا معه ايضا كل شيء بل يا رب أنا هتجاسر وأشكرك يا رب أن الأمر خرج من عندك هشكرك يا رب لأن كل أم بتصلي إن كانت يا رب صديقة ميراندا أو يا رب الأخت الثانية اللي عندهم ابن نفسهم يرجع ليك يا رب دي شهوة قلبك يا رب انت قلت ان إرادة الله ان الجميع يخلصون يا رب انا بصلي للاثنين دول اكتر حاجة لان انا عارف يا رب دي اكتر حاجة بتفرح السماء انه خاطي واحد يتوب يا رب قد ايه قلبي بيترعب على أن اعرف انسان ممكن هيروح جهنم يا رب انا بصرخ اليك يا رب بصرخ اليك ان انت يا رب تتقابل مع الشابين دول يا رب يمكن زهوه الحياه واخداهم و... و... والدنيا واخداهم يا رب تعالى تراء ليهم يا رب انت ما تسمحش ان دم المسيح يروح ببلاش تعالى يا رب اظهر اظهر ليهم زي ما ظهرت البولس وقلت له صعب عليك تعالى يا رب النهارده احنا كلنا بنتحد يا رب كاسره واحده وكعائلة واحده وفي الكرمه وكل الناس يا رب بنصلي ان الشابين دول يا رب يعرفوك ويتكتب اسمهم في سفر الحياه يا رب احنا بنصرخ اليك من فضلك يا رب تراءى ليهم من فضلك يا رب خلصهم من فضلك يا رب حتى هزهم حتى يا رب اتعامل معاهم بطريقتك يا رب من فضلك من فضلك يا رب ما تسمحش انهم يروحوا للهلاك يا رب انت انت أنت قلت إن اتفق اتنين على طلبة فأنت بتستجيب واحنا يا رب بنتفق بنتفق يا رب أكتر من اتنين وعلى طلبة على حسب قلبك أنت يا رب أنهم يخلصوا يا رب كمان بنرفع الأم المريضة يا رب اللي عندها المرض واللي ابنها مريض يا رب أنت غافر ذنوبنا وأنت شافي أمراضنا يا رب مين غيرك نروح له مين غيرك نلجأ له يا رب أنا بشكرك من أجل الطب بس أنت أعظم من الطب بشكرك من أجل الأطباء بس أنت أعظم من الأطباء بشكرك يا رب من اجل المستشفيات بس انت اعظم من اعظم مستشفى انت الوحيد القادر ان تقول كلمه فيبرا الغلام يا رب انا بصلي انك انت زي ما الكتاب بيقول ارسل كلمته فشفاهم ارسل كلمتك النهارده يا رب يا رب احنا جايين لك زي المراه نزيفة الدم النهارده جايين لك يا رب كل اللي محتاجينه ان احنا نلمس خد بثوبك يا رب بنلمس خد بثوبك ومنتظرين يا رب القوه اللي هتخرج من عندك تلمس امتك وتلمس كل مريض <applause> يا رب بنرفع قدامك كل مريض مشتاق إليك ومحتاج إليك كل مريض يا رب رافع عينه عليك يا رب بنصدق بنصدق إنك تغفر الخطايا إن كانوا فعلوا خطية يا رب فتغفرها وإنك كمان تشفيهم يا رب بشكرك لأنك استجبت وبشكرك لأن الشفاء خرج من عندك بنصلي يا رب من أجل أخونا وليم من أجل أنك تدينه نعمة الاستمتاع بحضورك إنه يتلذذ بالرب ان يخش المحضره يا رب مش كواجب ومش كفرد لكن يدخل عشان يتلذذ في محضر الله بنصلي عشان ميراندا واسرتها بنصلي يا رب عشان كل فرد محتاج صلاه يا رب احنا عبيدك الكرمه كلنا رب كلنا في احتياج اليك يا رب كلنا في الزمن الصعب اللي عايشين فيه يا رب ما نقدرش نواجه العالم لوحدينا محتاجين قوه من عندك محتاجين لمسه من روحك بلادنا يا رب محتاجه لمسه من روحك الشرق الاوسط محتاج لمسه من روحك امريكا محتاجه لمسه من روحك تعال يا رب تعال يا رب بقوه واعمل في الايام الاخيره يا رب انا فعلا على قلبي اصلي من اجل كل كنيسه ما فيهاش حلقه صلاه انك يا رب تشيع مره تانية تسكب روح صلاه جديده يا رب في نفوس الخدام ونفوس المرنمين ونفوس القادة يا رب دي أهم من أي استراتيجيات وأهم من أي وعظات وأهم من أي ترنيم علمنا يا رب إزاي نسكع ونسجد أمامك وبشكرك يا رب مرة تانية لأنه من عندك خرج الأمر بالبركة وليك في المسيح يسوع كل إكرام ومجد آمين آمين آمين, آمين. أسيسي شامل بشكرك في نهاية حلقتنا وربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا ليك أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بتمنى نكون وصلنا لكم المعنى الحقيقي للصلاة وأهمية الصلاة في حياتنا وأن الصلاة هي الطريق الوحيد لبناء علاقة حية مع ربنا وما تنسوش أن الكلمات المرفوعة بقلب أفضل بكتير جدا أو القلب المرفوع حتى من غير كلمات أفضل بكتير جدا من كلمات حلوة من غير قلب أعزائي المشاهدين بشكركم من أجل مشاهدتكم لينا وإلى اللقاء وحلقة جديدة وبرنامجنا من الحياه